اهلا بيكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من مصر جديده، حلقه الخميس. بنبتدي فورا حلقتنا زي ما احنا متعودين مع بعضنا ببعض الاخبار الداخليه والخارجيه، واخبارنا النهارده يعني تقريبا كلها تمت داخل مصر لكن فيها بعضها له ابعاد خارجيه. زي الخبر الاول انه النهارده المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار احمد فهمي صرح بانه الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل النهارده السيدة تريزا إيفوا أسانونجنو رئيسة مجلس الشيوخ لجمهورية غينيا الاستوائية، وده في حضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والسيد سامح شكري وزير الخارجية. المستشار احمد فهمي صرح او اكد انه السيد الرئيس طلب من الضيفة رئيسة مجلس الشيوخ في جمهورية غينيا الاستوائية توصيل تحياته للرئيس تيودورو اوبيانج رئيس غينيا الاستوائية، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة اللي بتربط مصر بشقيقتها غينيا الاستوائية، ومؤكدا على حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات سواء مستوى الثنائي او مستوى القاري اللي هو قارة افريقيا، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمارات البينية بين الدول الافريقية وصون السلم والامن القاريين. رئيسة مجلس الشيوخ شيوخ غينيا الاستوائية سلمت الرئيس رسالة خطية للسيسي من الرئيس اوبيانج تضمنت الاعراب عن التقدير العميق لمصر والقيادة المصرية وتسمين التطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتطلع من جانب رئيس غينيا الاستوائية لتعزيز هذه العلاقات على شتى الأصعدة وفي ضوء جهود مصر لتلبية تطلعات الشعوب الإفريقية نحو الاستقرار والتنمية والازدهار ومساهمتها الفعالة في دفع العمل الإفريقي المشترك. اللقاء شاهد يعني تباحث بين سبل تعزيز العلاقات الثنائية طبعا خاصة على الصعيد البرلماني في ظل وجود رئيسة مجلس الشيوخ في غينيا الاستوائية ورئيس مجلس الشيوخ المصري، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المصرية في غينيا الاستوائية والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين. ده لقاء تم داخل البلد لكنه يتضمن بعد رئيسي ومهم ودائم في السياسة الخارجية المصرية هو البعد الإفريقي، واحنا شايفين قد ايه حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي من يوم توليه الحكم على هذا الجانب، هذا البعد الإفريقي اللي هو يعني واحد من اهم الدوائر السياسة الخارجية المصرية بعد البعد العربي مباشرة. كمان لقاء اخر تم النهارده في مصر لكنه يتعلق ايضا ببعد خارجي، المره دي بعد اوروبي. المتحدث الرسمي ايضا باسم رئاسه الجمهوريه السفير المستشار احمد فهمي صرح بانه الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل النهارده السيده كاترين كولونا وزيره خارجيه فرنسا، وده برضه بحضور السيد وزير الخارجيه السيد سامح شكري. انه تمت المتحدث الرسمي صرح بانه تمت الاشاده خلال اللقاء بالتطور المستمر على جميع الاصعده في العلاقات المتميزه بين مصر وفرنسا سواء على المستوى الرسمي او على المستوى الشعبي، وتم التاكيد ايضا تاكيد الحرص المتبادل على مواصله تعزيز اطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات ومسانده الجهود المشتركه بين البلدين لتحقيق التنميه والازدهار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلا عن التنسيق السياسي المستمر والمكثف. وزيرة خارجية فرنسا السيدة كولونا أشادت وسمنت بالنهج المعتدل والرشيد كما أسمته للسياسة الخارجية المصرية في العمل على تسوية الأزمات ورساء الاستقرار والسلام في المنطقة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أضاف برضو أن الرئيس أكد أنه ما توليه مصر من أهمية لتعزيز التعاون مع فرنسا لا سيما فيما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا والتصنيع المشترك، بالإضافة لتعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والبيئة وتنسيق الجهود المشتركة للتصدي للتداعيات السلبية للأوضاع السياسية الدولية خاصة فيما يتعلق بالجوانب المتعلقة بالارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة والتمويل. طبعا ده في إشارة واضحة لأزمة الحرب الروسية الأوكرانية. اللقاء كمان مش بس تناول العلاقات الثنائية والوضع الدولي لكن كمان القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام
والجهود الجارية لتسوية عدد من الأزمات في المنطقة أبرزها وأهمها في السودان وليبيا، بالإضافة للأوضاع في منطقة الساحل والصحراء اللي احنا عارفين إن فرنسا عندها مشاكل فيها كثيرة خلال الفترة الماضية. وأكد الرئيس السيسي على أن مواصلة مصر العمل بأقصى طاقة لدفع الجهود الرامية للتوصل لحلول سلمية وسياسية للأزمات القائمة، بما يساهم في استعادة الأمن والاستقرار ويصون مقدرات الشعوب وتطلعاتها نحو المستقبل الأفضل. يعني بنقول انه دول لقاءين، واحد فيهم مع رئيسة مجلس الشيوخ غينيا الاستوائية، والتاني مع وزيرة خارجية فرنسا، وعلى مستوى الرئاسي بحضور السيد رئيس مجلس الشيوخ والسيد وزير الخارجية في كل لقاء منهم. وبالتالي دي علاقات، تاني بنأكد انها دي علاقات سياسية الخارجية بتصب دايما في مصالح داخلية للمواطنين وتحقيق درجات اكبر من التطور للدولة والمجتمع عبر التعاون الدولي. واحنا شايفين هنا يعني بشكل واضح هذا هو تنوع ما بين غينيا الاستوائية في يعني بخصائصها وظروفها ودرجة تقدمها، وبين فرنسا كمان بخصائصها وظروفها ودرجة تقدمها، وورا كل دولة من الاثنين مع مصر تاريخ مختلف عن التاني. لكن اللقاءات من النوع ده بتصب في الاخر في تحقيق مصالح مباشرة للدولة المصرية، والدولة المصرية يعني الشعب المصري في الآخر، يعني كل ده بيصب في الشعب المصري. طيب النهاردة كان عندنا اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، وفي مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع الأسبوعي ودعا أعضاء المجلس للوقوف دقيق أحداد على أرواح ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المملكة المغربية والإعصار في ليبيا، وتقدم المجلس بخالص المواساة والتعازي لأسر ضحايا البلدين بمن فيهم الضحايا المصريون في ليبيا، سائلا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين في الحادثين الأليمين. طبعا حضراتكم يعني احنا مش في يعني من الضروري بالقطع انه نبدي ونؤكد على تعازينا كلنا لكل اسر وزوي واصدقاء واحباب الضحايا سواء في المغرب الشقيق او في ليبيا الشقيقه، والدعاء للضحايا بان يتغمدهم الله برحمته، وايضا يعني المصابين بكل يعني انواع الاصابات وربنا يشفيهم ويعافيهم. وطبعا في ليبيا كان عندنا مصابنا يعني مباشر، صحيح المغرب اشقائنا وليبيا ايضا اشقائنا الليبيين، لكن في ليبيا كان المصاب مباشر بالنسبه لنا كمصريين. ليبيا كان طول الوقت من زمن طويل الوجود المصري فيها وجود يعني طبيعي وكثيف وكبير، وبالتالي كان طبيعي ايضا انه يحدث ما حدث في هذا يعني هذا الاعصار القاتل، انه ينفقد ارواح عدد من اشقائنا واولادنا واخواتنا المصريين في هذا الاعصار، واحنا بنعزي اهاليهم كلهم وبنتمنى ان شاء الله ان ربنا يحمي من نجا منهم وانه يتغمد بالرحمه كل من قضى نحبه في هذا الاعصار وهذه المصيبه. دكتور مصطفى مدبولي سمن في الاجتماع اجتماع مجلس الوزراء الاجراءات اللي اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي للوقوف بجانب الاشقاء في كل من المغرب وليبيا، وحيث وجه سيادته بالقوات المسلحه بتقديم الدعم الفوري والاغاثه الانسانيه جوا وبحرا للاشقاء في ليبيا والمغرب، مع تقديم كافه اشكال الدعم الانساني من اطقم اغاثه ومعدات انقاذ ومعسكرات ايواء للمتضررين بالتعاون والتنسيق مع الاجهزه والمؤسسات المعنيه في ليبيا والمغرب. طبعا حضراتكم شفتوا امبارح الاصطفاف اللي تم لتعبئة هذه المساعدات وهذه الجهود، وايضا شفنا فيديوهات كتير جدا لوجود يعني المصري القوات المسلحة المصرية واطقم الطبية من كل انواعها للمساهمة في الوقوف مع شقيقة ليبيا في هذه يعني الكارثة الكبيرة الحقيقة. واحنا يعني بنأكد مرة تانية على انه ده واجب طبيعي مصر تقوم به، يقوم به مش بس بدوافع يعني الأخوة المباشرة والجيرة المباشرة وعلاقات اللغة والدم والدين وكل شيء مع ليبيا، لكن كمان بواجب إنساني، لأنه في مثل هذه الظروف ظروف الكوارث الطبيعية غالبا وفي معظم يعني نسبة عالية جدا جدا الكوارث الطبيعية الكبيرة اللي زي دي سواء في المغرب أو في ليبيا الدولة
اللي بتقع فيها الكارثه بتبقى مهما كانت قدراتها الاقتصاديه او البشريه ما بتبقاش قادره ابدا وحدها على مواجهه مثل هذه الكوارث، وبتستعين ايضا بالمساعدات الخارجيه من الدول القريبه والبعيده الشقيقه ويعني غير الشقيقه، وده الحقيقه اللي مصر قامت بيه فورا فيما يتعلق بالازمه الليبيه وايضا الزلزال في المغرب. الدكتور مصطفى مدبولي اشاد كمان بحضور السيد الرئيس زي ما قلنا اصطفاف معدات الدعم والاغاثه والمساعدات الانسانيه للاشقاء في ليبيا، وتاكيد سياده الرئيس على التضامن المصري الكامل ووقوفها بجانب اشقائنا في مواجهه تداعيات الكارثه الانسانيه اللي خلفها اعصار دانيال، وان مصر لن تدخر جهدا في دعم الاشقاء في ليبيا والمغرب وتقديم كل صور الاغاثه والمسانده بكل السبل والوسائل. الدكتور مصطفى مضيف اكد كمان على التوجيهات اللي اداها الرئيس عبد الفتاح السيسي بان وزاره التضامن الاجتماعي في مصر تبدا فورا في توفير اعانات عاجله لاسر الضحايا من المواطنين المصريين اللي توفوا في ليبيا جراء الاعصار والفيضانات، وصرف مساعدات عاجله لاسر الضحايا تقدر قيمتها لوصلت كل ضحيه ب 100,000 جنيه لاسره كل متوفي، وانه كمان قرار اتخذ بتحمل مصروفات التعليم المدرسي والجامعي لابناء الضحايا للعام الدراسي القادم 23/24، وكمان تقديم دعم غذائي شهري لاسر الضحايا لحين استقرارهم اقتصاديا واجتماعيا. بالنسبه للمصابين تم التاكيد على انه سيتم صرف 25,000 جنيه لكل مصاب من المواطنين من جراء الاعصار والفيضانات اللي حصلت في ليبيا. السيد رئيس الوزراء وجه الوزراء والمسؤولين في الدوله المعنيين بالتنسيق والتعاون التام في هذا الشان، ولا سيما في سرعه نقل جسامين الضحايا المصريين الى ارض الوطن وتسليمهم الى ذويهم. وكذلك ايضا رئيس الوزراء وجه في الاجتماع بفتح كل قنوات الاتصال من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتلقي الشكاوى وطلبات وبلاغات المواطنين وأسر المتوفين من الإعصار في ليبيا. وأشار كمان أنه في ظل قيام الحكومة بواجبها في تخفيف المعاناة عن أسر المصريين المقيمين المتواجدين على الأراضي الليبية متضررين من الكارثة الإنسانية، سيتم فتح قنوات التواصل مع منظومة زي ما قلنا الشكاوى الموحدة أمام الأسر والمواطنين عشان يسجلوا شكاواهم أو بلاغاتهم اللي بتتعلق بأحوال أبنائنا المصريين المتواجدين في ليبيا الشقيقة، خاصة في المناطق اللي تأثرت جراء هذه الكارثة، واللي عشان يتم توفير كل هذه البيانات للوزارات والجهات الحكومية المعنية عشان كل جهة تقوم بإعمال شؤونها في كل فيما يخصه. ورئيس الوزراء اكد كمان انه سيتم الاستفاده من قاعده بيانات الشكاوى اللي هتتقدم وتيجي لمنظومه الشكاوى الموحده للمساهمه في جهود جميع الجهات الحكوميه لحصر الموقف وفقا لمعلومات مدققه بقدر الامكان، بالاضافه الى متابعه وتوثيق جهود الجهات المختصه في التعامل مع هذه الشكاوى والبلاغات والطلبات سواء في مرحله اعمال الاغاثه وحصر الضحايا والمصابين ونقل ما يمكن اعادتهم لارض الوطن، او في مرحله تقديم خدمات الرعايه الطبيه والاجتماعيه لهم وما يتعلق باستخراج الوثائق الرسميه سواء شهادات وفاه او قرارات علاج المصابين او غيرها او صرف التعويضات. الحقيقه ده جهد مشكور من مجلس الوزراء انه يعني في بدايه اجتماعه السيد رئيس الوزراء والساده الوزراء والمسؤولين يعني يتحركوا بهذا الشكل الكثيف والسريع، وان هم يعني يطمئنوا السيد الرئيس على ان توجيهاته اللي صدرت فور رجوعه من الهند وفور وقوع الاعصار في ليبيا بتتم بشكل يجب ان تتم به. ايضا في هذا الاجتماع اجتماع مجلس الوزراء رئيس الوزراء استعرض عدة شؤون أخرى منها استعرض أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة 18 لمجموعة الـ20 في نيودلهي في الهند الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر اللي فات، وكنا غطيناها مع بعضنا بشكل كثيف الأسبوع الماضي، وإنه الدكتور مصطفى أشار إنه كلمة الرئيس اللي ألقاها في هذه القمة حملت عدد من الرسائل المهمة لتؤكد على دور مجموعة الـ20 خاصة على صعيد معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي وتطوير مؤسسات التمويل
الدولية مع وضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها الدول النامية، وخاصة فيما يتعلق بتنامي إشكالية الديون. دي إشكالية بيشكو منها العالم كله، سواء العالم المتقدم أو يعني الغير متقدم، وكل يعني دولة لديها الآن قدر هائل من الديون، لكن اللي بيعوض أو يخلي الديون أخف على دولة من أخرى هو حجم الاقتصاد اللي فيها، معدلات الإنتاج النمو وحجم الإنتاج. فده بيخلي أحيانا قضية الديون مش هي العبء الرئيسي، لكن العالم كله بيشكو الآن من موضوع الديون. كما أشار أيضا الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما تضمنته كلمة الرئيس السيسي في قمة الـ20 من أهمية دفع التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية وتسريع تنفيذ أجندة التنمية فيها وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية وحشد الموارد للمجالات ذات الأولوية اتصالا بالبنية التحتية والطاقة والاتصالات وتأمين الغذاء ومعالجة أزمة ديون القارة. وانه طبعا الخبر الكويس اللي الدكتور مصطفى اكد عليه واشار اليه عارفينه كلنا، انه الاتحاد الافريقي اصبح عضو كامل في مجموعة الـ20، وبالتالي اصبحت المجموعة دلوقتي 21، يعني اصبحت في كيانين بس في المجموعة 19 دولة وكيانين، الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي. وبالتالي الان لدينا يعني تمثيل افريقي مباشر في مجموعة الـ20 اللي هم الاكثر قوة، اقتصادات الاكبر في العالم، 20 كيان الاكبر، احنا الان افريقيا جزء منها. وانه السيد رئيس الوزراء كمان اشار الى ما ذكره الرئيس السيسي في كلمته، انه استعداد مصر لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب في اطار مواجهة ازمة الغذاء، بالاضافة طبعا انه ده اقتراح كان مهم لكثير من دول العالم اللي هي بتتلقى يعني عدد كبير او نسبة ضخمة من الحبوب من منطقة الصراع والحرب اللي هي روسيا اوكرانيا، وبالتالي يعني ده اقتراح مهم للغاية ورئيس الوزراء اكد عليه. وتطرق كمان رئيس الوزراء يعني اللقاءات الجانبية اللي احنا تابعناها في حينها للرئيس مع عدد من المسؤولين على هامش قمة الـ20. الدكتور مصطفى مدبولي ايضا تطرق لموضوع اخر، وهو الجولة اللي قام بيها الأسبوع الحالي عشان يشوف الموقف التنفيذي للمتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، وكذلك مشروع تطوير منطقة الأهرامات والمنطقة المحيطة بها. وده وأكد أنه أعمال التطوير الجارية تحقق التكامل والربط بين المتحف المصري الكبير مع منطقة هضبة الأهرامات لتقديم تجربة استثنائية منفردة للسياح والزوار لهذه المنطقة، بما يجعل من هذه المنطقة سعيا أن تكون أهم منطقة أثرية سياحية في العالم تليق بالحضارة المصرية الكبيرة. حقيقة جهد مشكور مجلس الوزراء بيجتمع أسبوعيا، احنا بنقول مرة تانية أنه لدينا ملاحظات بالتأكيد كلنا وبعضنا على أداء مجلس الوزراء ككل أو أداء بعض الوزارات، وده حقنا وده طبيعي، لكن الملاحظات لن ترد إلا إذا كان هناك من يعمل وهم بيشتغلوا بقى، يصيبوا في حاجة يخطئوا في حاجة أخرى، يصيبوا في واحدة في 10 يخطئوا في واحدة، أيا كانت النسبة، لكن من يعمل يخطئ ومن يعمل ينجح. وبالتالي ربما البعض يقول عايزين جهد أكبر، عايزين ملفات ذات أولوية يعني مختلفة، لكن في النهاية في جهود بتبذل في هذه الدولة، ويعني من الواجب أن احنا نقول ده، وبعدها نقول إذا كان لدينا انتقاد نقوله، ده حقنا وده حقكم وده حق يعني مشمول بنصوص الدستور المصري. الخبر التالي عندنا يتعلق بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللي هي النهاردة خلال اجتماع مجلس الوزراء نفسه استعرضت في التقرير يوضح وضع مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعهدات المقترحة للدولة المصرية لتحقيق هذه الأهداف، أهداف هذه التنمية. وأشارت إلى أنه مصر تحسن أدائها في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 23 وتقدمت 6 مراكز مقارنة بعام 22، وده بالرغم من الأزمات الصحية والجيوسياسية اللي احنا عارفينها اللي أدت إلى ركود التقدم في على تحقيق أهداف هذه التنمية المستدامة على مستوى العالم. وزيرة التخطيط أيضا تناولت أداء مصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،
طبعا حضراتكم الشرق الاوسط شمال افريقيا ده زي ما انتم عارفين بيشمل منطقتنا العربيه مصر والمشرق العربي ودول الخليج، وبيضيف ليها في الشرق الاوسط ايران وتركيا واسرائيل، وشمال افريقيا طبعا اللي هو دول العربيه كلها من اول ليبيا لغايه المغرب وموريتانيا طبعا. مصر جت في هذه المنطقه اللي هي الشرق الاوسط شمال افريقيا في المرتبه 6 بين 16 دوله في هذه المنطقه، يعني رقم 6 في تقرير التنميه المستدامه لعام 23، وانه في عدد من المؤشرات او عدد من الاهداف اللي طرحها الامم المتحده شافت تحسن بطريقه معتدله، منها الصحه الجيده، المساواه بين الجنسين، العمل اللائق، نمو الاقتصاد، العمل المناخي، التحول نحو الطاقه النظيفه، والمدن والمجتمعات المحليه المستدامه. طبعا كل ده احنا بنتكلم حضراتكم يعني في امور شكلها كلام كبير شويه، لا هو الكلام ده في النهايه لما نتكلم على تحسن بعض المؤشرات زي الصحه الجيده والمساواه بين الجنسين والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، كل دي حاجات هي عباره عن نقول ايه يعني نقطه، كل نقطه هي واحد فيكم، كل واحد فيكم لما نجمع النقط يطلع في الاخر المؤشر ده، الكتله دي، انه في الصحه الجيده مش معناه ان احنا صحتنا احسن حاجه، لكن اتحسنت بالاجمالي، يبقى اتحسنت بالافراد. ده معنى المؤشرات دي اللي هي برضو في النهايه زي ما بقول بتصب عند حضراتكم، وده الحقيقه يعني ودينا النقطه الثانيه الوزيره هاله السعيد اشارت اليها، انه التقرير ده بيصنف الدول مين الدول اللي عندها التزام عالي ومرتفع انه يحقق اهداف التنميه المستدامه، الاهداف اللي في النهايه بتصب عند حضراتكم اللي فيها التنميه المستدامه، التنميه البشريه تحديدا، ومين اللي مش عنده هذا الالتزام المرتفع. في سنه 23 مصر حققت تحسن بالمقارنه بعام 22، وجت ضمن اعلى 26 دوله ذات التزام مرتفع، يعني ضمن 26 دوله الاعلى في العالم اللي ملتزمين بتحقيق اهداف هذه التنميه. من الدول دي اليابان، ومنها الدنمارك، ومنها المكسيك، يعني بنتكلم في دول ذات شأن في الاقتصاد الدولي وذات شأن ايضا في التطور البشري. الحقيقه التقرير يعني العرض اللي عملته الدكتوره هاله السعيد في الاجتماع يعني الحقيقه كان عرض وافي ومهم، خلاصته زي ما قلنا لحضراتكم انه احنا لدينا الان حرص لدى الدوله، لدى اجهزتها المعنيه، لدى وزارتها، ولدى يعني هيئتها الاقتصادية، حرص على تطوير أوضاعنا الداخلية. ما وصلناش لما نريده، ما وصلناش لما يجب أن نكون عليه، لكن بالتأكيد احنا بنتحرك، وبنتحرك بسرعة في بعض الأوقات كانت عالية جدا. جت بعض الأزمات الخارجية والداخلية أيضا خلت السرعة أقل، لكن بالتأكيد احنا مش في نفس النقطة. دي أمور يجب ان احنا ننتبه اليها، لانه الحقيقه الارقام لا تكذب، وبلاش الارقام، يعني هقول الارقام البعض ممكن يقراها باي طريقه، لكن الواقع اللي حوالينا ايضا لا يكذب. التطورات عموما بالرغم من وجود تضخم ووجود غلاء، ده حقيقي، ده كلام ما فيش فيه يعني اي انكار، لكن لما نبص لبقيه الكوبايه النص المليان هنلاقي في بعض بتقدم في بعض او كثير من المجالات، سواء بنتكلم على مش بس البنيه التحتيه اللي احنا شايفينها بعينينا وماشيين عليها وبنستفيد منها، لكن كمان في بعض الامور الانتاجيه زي الانتاج الزراعي، زي تقدم بعض الصناعات في مصر لحد انها بتصدر، زي بعض صناعات الالكترونيات، التلفزيونات او غيرها، في تقدم، لكن احنا ما وصلناش الى ما نطمح اليه ونحلم به ويستحق هذا الشعب لسه. ولسه دي معناها ان احنا مش هتيجي حاجه واحنا قاعدين يعني بنحلم بيها بس، لا، الحلم بالحاجه ضروري، لكن السعي لتحقيق الحلم اكثر ضروره. وعشان كده الجهود اللي بتتعمل دي، تاني بقول احنا سواء كنا حابينها، موافقين عليها، مش موافقين عليها، شايفين انها مش كافيه، شايفين، لكن في النهايه
في جهود، المهم انها تبقى جهود افضل، المهم انه يبقى في اراء ومقترحات محدده عشان يبقى في يعني طريق تغيير في الطريقه اذا حبينا. لكن في النهايه احنا لا شك النقطه اللي احنا فيها النهارده لو حطينا قصادها نقطه قبل 5 سنين او 4 سنين او 7 سنين او 6 سنين هنلاقي النقطه اللي احنا فيها اعلى بالتاكيد، اعلى بالتاكيد. واحنا بنعلى اكيد في السكه ربما بسبب الارتفاع والعلو ممكن بنتعب من الطلوع على السلم، ممكن بيحصل لنا نهجان. النهجان ده ممكن نسميه التضخم، نسميه غلاء الاسعار، نسميه اشياء اخرى كثيره، لكن ده لان احنا بنتحرك، وما دام في حركه هيبقى في احيانا بعض المشاكل. في اطار يعني برضو الحركه اللي احنا بنتكلم عليها النهارده، المهندس احمد سمير وزير التجاره والصناعة عقد لقاء موسع مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد. ليه؟ عشان يبقى يبحث معاهم سبل تذليل التحديات اللي بيواجهها رجال الصناعة والاستثمار خلال المرحلة الراهنة. الوزير قال إنه يجري حاليا إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية لدعم الصناعة الوطنية في مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مشيرا انه هذه الاستراتيجية تهدف لتحقيق معدل نمو صناعي مرتفع وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن الوصول الى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية. دول 3 حاجات رئيسيين، احنا الصناعة في الناتج المحلي يعني الحاجات اللي بننتجها في المصانع في الناتج المحلي الإجمالي بتاعنا نسبة ليست كبيرة ما بين 17 إلى 20%، مفروض تبقى كام؟ على الاقل 30-35%. عشان الصناعه عباره عن ايه؟ اما الصناعه هي يعني بتعبير كده معماري وانشائي، هي اسمنت اللي بيتعمل بيه يثبت المبنى، هي الاساس. المبنى عشان يرتفع ادوار كتير لازم اساسه يبقى قوي، وفي اسمنت قوي وحديد قوي ومسلح قوي. الصناعه كلما زاد نسبتها في الاقتصاد كلما كان هذا الاقتصاد مستقر وقابل ان هو تعمل تبني فوق اي حاجه، ابني خدمات، ابني تجاره، ابني زراعه، ابني اللي انت عايزه، لكن الصناعه اساس. وبالتالي الشيء الاول هو انه يبقى عندنا مساهمه الصناعه في الناتج المحلي تزيد تتضاعف، وان يبقى عندنا جوه الزياده دي معدل نمو صناعي مرتفع، ان الصناعه تنمو بسرعه، وانه ده هيودينا فين في الاخر؟ ان احنا نرفع معدل الصادرات وانه يبقى في نمو في الصادرات اللي هي هتجيب لنا عملات صعبه نقدر نشتري بيها ونمول بيها احتياجاتنا اللي احنا مش بننتجها هنا. مفيش دوله في الدنيا لا تستورد، لا يوجد. ويعني ال 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 الولايات المتحده الامريكيه وحدها عندها يعني في الفرق بين اللي بتصدره وتستورده من الصين يزيد عن 450 مليار دولار لصالح الصين. امريكا العظيمه ضخمه جدا بتستورد، اوروبا بتستورد اكتر من الصين، والعجز يوصل لحوالي 650-700 مليار دولار لصالح الصين بتستورد. الاستيراد مش عيب لانه مفيش حد يقدر، مفيش حاجه اسمها اكتفاء ذاتي في العالم في الاقتصاد، ده كلام ممكن يصلح في قريه صغيره في كفر من الكفور، يعني تجمع بشري فيه يعني بضع افراد يقدر يقفل على نفسه وهيحاول يكتفي، بس مستحيل لانه هو حتى لو عمل زراعه ما هو محتاج يشتري حاجه كهرباء، فهيزرع ممكن يزرع مأكولات ويربي يعني طيور او ماشيه عشان ياكل، كل ده مكتفي. طب عايز يشتري تلفزيون، عايز يجيب ثلاجه، ما هو مش هيصنعها يعني. وبالتالي اصغر تجمع بشري لا يستطيع ان يعيش بلا التجمعات البشريه الاخرى اللي هو يجيب منها يعني يستورد منها. وبالتالي الدول هي كذلك، الدول اكبر بكتير، فيش دوله فيها كل امكانيات التصنيع والزراعه والمعادن والطاقه، لا يوجد، ما فيش، ده يعني مش موجود على وجه الارض اصلا. وبالتالي ان احنا نستورد ده امر طبيعي، ما حدش يجي يقول اصل احنا عايزين نتوقف او نكتفي بانتاجنا، ما فيش دوله في الدنيا مكتفيه بانتاجها مهما كان حجمها في الاقتصاد. الصين دوله بتصدر منتجات وبتستورد
مواد اوليه وبتستورد مستلزمات انتاج وسيطه وبتستورد طاقه بشكل هائل. اليابان بتصدر منتجات كتير الكترونيات وكهرباء وما عندهاش ولا شيء من مقومات هذا الانتاج، كله بتستورده، بيبقى فيه الماده الخام والطاقه اللي بتشغله وكل حاجه عندها، وبالتالي لا يوجد حاجه اسمها دوله تقفل على نفسها. واي كلام يقوله حد بالشكل ده الحقيقه يعني ننصحه وانصحوه معايا انه يعيد يعني مراجعه معلوماته اذا كانت دي معلومات اصلا ما كانتش نوع من الخيالات والاوهام. بالتالي انا بكمل الخبر انه الوزير احمد سمير وزير التجاره والصناعه في اللقاء اللي عمله مع مجلس اداره الاتحاد العام للجمعيات ومؤسسات المستثمرين اوضح ان الوزاره لا تدخر جهدا في تيسير اجراءات الاستثمار واتاحه مزيد من الاراضي الصناعيه للمستثمرين وتوفير اسواق جديده للصادرات المصريه وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالاضافه لتوفير عماله مؤهله للمشروعات الاستثماريه المصريه بما يساهم في زياده تنافسيه المنتج المصري. دي خلاصه الصناعه. صناعه ارض، عندنا مشكله كانت في الاراضي في تتعلق بجهات الاختصاص، جهات الولايه على الاراضي، المستثمر عايز ياخد فبيروح يا ترى من وزاره التجاره والصناعه ولا يا ترى من الاحياء ولا يا ترى من المحافظات ولا يا ترى من مين بالظبط، يعني الاراضي تبع مين؟ دي مشكله الوزير بيتكلم عنها لانها مهمه واساسيه. كمان الاسواق الجديده ودور وزاره التجاره والصناعه انها ترشد المنتجين المصريين المصنعين للاسواق اللي ممكن يصدر فيها ويصدر اليها وايه المواصفات اللي يجب التمتع بيها عشان ندخل الاسواق دي. كمان التمويل في هناك اسقف بنكيه محطوطه البنك المركزي حاططها على بعض البنوك لتمويل المشروعات الصناعيه، والحقيقه ده امر مطلوب، وحتى الحوار الوطني رفع توصيه من هذا النوع او هذا الشكل السيد رئيس الجمهوريه انه الاسقف التمويليه تترفع لانه ارتفاع اسعار او انخفاض سعر الجنيه قصاد العملات الاجنبيه خلى التمويلات الحاليه الاسقف الحاليه غير كافيه. فده من الحاجات اللي اتكلم عنها السيد وزير الصناعه والتجاره. وطبعا النقطه الاخيره والمهمه اللي هي انه يبقى في عماله مؤهله للمشروعات الاستثماريه، ده امر الحقيقه جهات كتير مسؤولة عنه، منها وزارة الصناعة والتجارة، منها وزارة التعليم العالي، منها وزارة التربية والتعليم، منها المصنعين نفسهم، منها يعني الجامعات الخاصة والأهلية، إنه لازم يبقى عندنا عمالة مؤهلة، لأن المستثمر هيجي هنا يدور على عمالة، فمش معقول أبدا يبقى إحنا عاملين مدين كل هذه الحوافز اللي آخرها حوافز الضريبية اللي وجه بيها الرئيس لمجلس الوزراء عشان يتعمل مشروع في مصر ونلاقي العمالة المطلوبة مش موجودة في مصر فيجيبها من بره. فيبقى المشروع اتعمل وكانه يعني الجزء البشري اللي المفروض مصر تستفيد بيه مش موجود في المشروع نتيجه نقص العماله المهره او المؤهله لهذه الصناعات. فده امر الحقيقه في منتهى الاهميه، ولحضراتكم يعني مش نصيحه ولا حاجه، احنا ما بننصحش يعني بالطريقه المدرسيه، لكن بنقول انه تغيير مسارات بعضنا ونفسنا خاصه لما يبقى في سن الشباب امر ضروري عشان ده اللي هيفتح البيوت. لما نتعلم شويه حاجات زياده او ناهل نفسنا لحاجه احسن او نتعلم شيء جديد، كل ده بيفتح ابواب رزق، كل ده بيفتح ابواب رزق كبير كمان مش رزق بس. فده امر مش بس انه المؤسسات دي والوزارات دي تجهز الاماكن والمدارس والاكاديميات، لا كمان يبقى فيه الرغبة عند حضراتكم لانه ده هو اللي بيفتح الطريق لقدام. الحقيقة يعني الوزير يعني وزير الصناعة والتجارة لفت ان الوزارة من وزارة التجارة والصناعة من دورها في تصنيع في تعميق التصنيع المحلي حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بند جمركي لبدء تصنيعها محليا. يعني كل ده دي بنود تتصنع في مصر ليه؟ عشان نزود تنافسية القطاع الصناعي. وأكد في نهاية يعني اللقاء على الموجه بيه الرئيس من الحوافز حزم الحوافز الخاصة بالإعفاءات الضريبية اللي مجلس الوزراء شغال عليها عشان يصدر بيها قوانين يبقى سارية من حينه. الحقيقة دي أخبارنا كلها النهاردة زي ما قلنا تدور داخل بلادنا بعلاقات خارجية هنا وهناك، لكن في النهاية بتصب من في يعني اتجاهكم واتجاه المواطن. الأمور هتمشي، هي ممكن تكون بتمشي ساعات ببطء
ساعات تأثر شوية، لكن زي ما بقول لحضراتكم انه حالة الارهاق اللي جينا ساعات النهجان ده نتيجة ان احنا طالعين هنتعب شوية، نريح شوية على البسطة، نهدي نفسنا شوية ونبتدي نكمل، لكن في نهاية الامر احنا يعني النقطة ما بين يوم ما ابتدينا والنهاردة اكيد احنا صعدنا اكتر، ان شاء الله يبقى قدامنا صعود اكتر واكتر من كده. كده خلصنا فقرتنا الاخبارية، نترك حضراتكم مع فاصل ونرجع نكمل مع بعضنا فقرات هذا البرنامج. ترتكز الاستراتيجيات الأمنية المصرية على تفعيل التعاون الأمني الإقليمي والدولي في مجال مكافحة المواد المخدرة لمنع عمليات الجلب والتهريب عبر الحدود. من هذا المنطلق وحرصا على تفعيل هذا التعاون، استضافت مصر زيارة مسؤولي أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الأولى لتبادل الخبرات والمعلومات وتفعيل التعاون المشترك في مجال مكافحة المواد المخدرة. حقيقة احنا هذا المؤتمر يأتي في زي ما حكيت أنا في إطار الدعم وتعزيز التعاون العربي والاستفادة من تجارب والخبرات الموجودة في الدول العربية ليتسنى لنا كمكتب عربي لتعميم هذه التجارب على جميع الدول العربية والاستفادة منها في مكافحة آفة المخدرات. وتأتي استضافة مصر لهذه الاجتماعات تأكيدا على الدور المصري الريادي في مجال مكافحة المواد المخدرة محليا وإقليميا ودوليا، وهو ما أشاد به الحضور الذين أبدوا رغبتهم في الاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال. جمهورية مصر العربية على اعتبار أنه لديها باع طويل في هذه الجريمة، لديها تجارب جدا جيدة. ارتفاع كبير إن شاء الله باستمرار التعاون واستمرار زيادة الجهود في التنسيق المستمر بين الأجهزة. هذا شيء صراحة لمسناه في المؤتمر، ونشكر وزارة الداخلية مثلا بجهاز مكافحة المخدرات حسن الاستضافة والاستقبال. اطلعت معظم الدول أو جميع الدول على تجارب الدول الأخرى، وكان من أجل إيجاد فرص لتحسين مستوى أدائها في مكافحة المخدرات سواء من حيث العرض أو الطلب. الاجتماعات استمرت على مدى يومين، تم خلالهما استعراض الاستراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة المخدرات بمحوريها مكافحة العرض وخفض الطلب، وكذا التجارب الوطنية للدول المعنية وتعزيز التعاون بخاصة في الجانب المعلوماتي لمنع عمليات الجلب والتهريب. التجربة المصرية رائعة جدا، تجربة عريقة جدا كما ذكرت، يعني إدارة تعمل منذ 1929، فما بالك احنا في 2023 وما زالت تتطور هذه الإدارة، ونتمنى لهذه الإدارة تطور. طبعا الجمهورية العربية المصرية لها باع طويل في مكافحة المخدرات، وعندهم خبرة كبيرة في مكافحة المخدرات، وكان لنا الشرف انه نتعاطى معهم ونعرف شو طرق مكافحة المخدرات في مصر. اختتمت الاجتماعات فعالياتها بعدد من التوصيات، ابرزها اهمية الرقابة على المنافذ الشرعية والمناطق الحدودية لتصدي لمحاولات جلب وتهريب المواد المخدرة من خلالها، وتعزيز جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتكثيف حملات التوعية بأضرار المخدرات. على هامش الاجتماعات قامت الوفود المشاركة بزيارة لمتحف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات واستعراض مقتنياته التاريخية وما تم توثيقه من وقائع ضبط متميزة وأشكال وأنواع المواد المخدرة، وكذا تنظيم زيارة لقسم المعمل والتحليل الفني التابع للإدارة. جاء اجتماع مسؤولي أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الأولى لمكافحة المخدرات في مصر، تأكيدا على أهمية ما توليه الاستراتيجية الأمنية للتعاون الدولي الإقليمي لمكافحة المخدرات، والذي انعكس على النجاحات الكبيرة المحققة في هذا المجال. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأنا الحقيقة ببدأ هذه الفقرة بشكر فريق الإعداد على أنهم يعني نشيطين جدا خلال الفترة الأخيرة في إعداد هذه الفقرة.
فقرة زي ما بقول كل مرة لنا شخصين بشكل شخصي بحب أقدمها وبستمتع بيها، لأن احنا بنقدم فيها نماذج يعني متميزة ناصعة لبنات وأبناء مصر من مختلف الأجيال والأعمار اللي بيبرعوا وبيجتهدوا كل في مجاله عشان يبقى بطل من أبطال مجاله، بطل كبير. وعندنا اكتشفنا واحنا بندور، فريق الأعداد بيدور واحنا بندور كلنا، انه عندنا عدد هائل من الأبطال حقيقي الحقيقة في كل المجالات، في كل المجالات يعني العلمية الطبيعية الرياضية أو غيرها، وإنه يعني هذه الفقرة تستحق مننا دايما كل اهتمامنا، بتدي الأمل. فقرتنا هي فقرة بطل من مصر. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، وزي العاده احنا عندنا النهارده بطل شفته بعض من يعني على الشاشه جزء صغير من مسيرته الكبيره، بطل عالم مصري كبير. رحب بيه معانا عبر تقنيه زوم بالدكتور استاذ الدكتور اسامه اسماعيل، مستشار المعلوماتيه لرئيس الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والعميد المؤسس للمركز الاقليمي للمعلوماتيه بالاكاديميه بالاسكندريه. اهلا بيك دكتور اسامه. يا اهلا بيك استاذ ضياء. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك دكتور اسامه. احنا الحقيقه دكتور اسامه يعني احنا ما كناش نعرف عنك حاجه، وده طبيعي لان احنا في مصر ما بنعرفش عن العلماء حاجات كتير الا لما دورنا، واللي لفت نظرنا وطبعا انا بقول حاجه انا بتاسف عليها لانه مفترض انه يعني النماذج اللي زي حضرتك داخل مصر او خارجها تحظى باهتمام اكبر بكتير، مش عشان تبقوا نجوم لا، عشان تدوا بس المثل انه كل شيء ممكن يعني. وحضرتك من جيل الوسط مش جيل الشباب قوي يعني، في جيل الوسط الجيل المحترم ده. انا عايز اعرف بس اول حاجه دكتور، يعني اللي لفت نظرنا هو الجائزه اللي حضرتك خدتها اللي هي اعلى وسام من الاولمبياد الدولي للمعلوماتيه لسنه 23 في الدوره ال 35 في المجر. ايه بقى اولمبياد وايه معلوماتيه؟ يعني اعرف اولمبياد يعني العاب رياضيه، حضرتك متشارك في الموضوع ده من 2000 من سنة 2000، ايه قصة الاولمبياد دي؟ والله هو كلمة اولمبياد زي حضرتك ما قلت بتبقى يعني اول واقع على اللي يسمعها حاجة رياضية، فهي دي اولمبياد بس حاجة عقلية، يعني احنا بنسميها مباراة العقول او يعني ازاي التنافس مش في الحل المنهجي للمشكلات وبرمجة الحاسب لحل هذه المشكلات. الموضوع ده بدأنا في سنة 2000
والمسابقه اللي انا كنت بشارك فيها دي اللي طلبت المرحله ما قبل الجامعيه او لطلاب الثانويه العامه. فطبعا انا كان بالنسبه لي شك كبير سنه 2000 لما رحت الصين اول مره. احنا ما كانش عندنا طلبه خالص في ثانوي بيعرفوا بروجرامينج او بيعرفوا طرق الحل المنهجي للمشكلات. فاخدت معايا طلبه من الجامعه وشاركت في المسابقه دي، بس النتائج كانت يعني دون المتوقع بالمره من طلبه جامعات بتكمبيوتر. الرحله دي زعلان جدا وكتبت مقاله مش عاجبني الوضع وازاي والتعليم. فكان ايامها الدكتور جمال مختار الله يرحمه، صحيح رحمه الله عليه، ودي احسن طريقه على فكره لعلاج المشكلات. قال لي خد انت الملف ده وابتدي حل لنا الحكايه دي، وازاي نوصل طلبه ثانوي عندنا ان هم يكونوا بروبلم سولفرز. طيب برضه للمشاهد، ايه البروبلم سولفرز ده؟ تمام بالظبط، يعني الاولمبياد ده عباره عن حل مشاكل زي الاولمبياد العادي، في العاب مختلفه، سباحه ورمي وحمل اثقال، يعني بيشتغل او مشكلات مختلفه، ولا هو نوع واحد من المشكلات في الاولمبياد كله؟ لا، هو المسابقه بتبقى ثلاث مسائل الطلبه بياخدوها على مدار 5 ساعات. المفروض الطالب يفكر في حل المشكلة دي، ممكن تكون مشكلة في الصناعة، ممكن تكون مشكلة في الزراعة، ممكن تكون مشكلة في التجارة، ممكن تكون مشكلة في الترانسبورتيشن والنقل. ازاي بقى الطالب يقعد يفكر في حل المشكلة دي ويكتب كود يحلها؟ يعني على سبيل المثال مسألة بسيطة، أنا ببني مدينة جديدة، أحط محطات البنزين فين؟ مكاتب البريد فين؟ حتى مكان الأعمدة بتاعت التليفونات أختار مكانها إزاي؟ لو بعمل مسرح وعايز أحط إضاءة أحطها فين؟ طب السماعات عشان ما تعملش صدى صوت اركبها فين؟ طب لو عايز امن المكان ده بكاميرات اركبها فين؟ يعني كل ده انا بكلمك في تمام. يعني عينه من المسائل السهله اللي احنا بنسخن بيها مع اولادنا بعد ما عرفنا طريق المسابقه. طب والحل بيبقى يعني ايه؟ هل حل عقلي؟ يعني هو بيقعد قدامه ورقه وبيكتب، ولا قدامه لا لابتوب وبيعمل عليه عمليات حسابيه وهندسيه، ولا ايه بالظبط يعني؟ ولا ايه بالظبط؟ بيكتب برنامج يحل المشكله دي، بيكتب برنامج ويجيب لها احسن برنامج على الكمبيوتر، على الكمبيوتر السي. يعني كل طالب يبقى معاه كمبيوتر وبيقعد يحل المسائل دي على ثلاث مسائل في 5 ساعات. المسائل دي لما كنت في كوريا في 2003 المسائل دي بتبقى في مستوى طالب الماجستير والدكتوراه وبتتحط للعينة دي من طلبة ثانوي. يعني مسألة بسيطة مثلا في الزراعة، لو عندي قطعة أرض 100 متر في 100 متر وعايز أحط فيها شجر، مسافة ما بين كل شجرة وشجرة مترين، إيه أكبر عدد أحطه في قطعة الأرض دي؟ الطريقة التقليدية أقسم الأرض مترين في متر، لا ما تنفعش. يعني في طرق بقى اسمها باكينج، إزاي نعمل الحكاية دي؟ يعني مسائل متنوعة وصعبة، وبتبقى أول مرة بتظهر في الدنيا، ما بتبقاش ظهرت قبل كده، كلها بتبقى مسائل جديدة. دكتور أسامة حضرتك سامعني؟ يكتب كود على الكمبيوتر. ايوه، يعني هو بيعمل بيحط ملامح برنامج او برنامج في خلال الخمس ساعات ويحل بيه كمان المشكله اللي مطروحه عليه. يبدو ان في مشكله في الاتصال مع الدكتور أسامة. كده حضرتك بترجع لي، ابتديت ترجع لي. لو كان في مشكله يا جماعه في الزوم ممكن نسمع الدكتور على التليفون حتى كده. انا يعني سامعك كويس. انا كده سامع حضرتك كويس. فبقول لحضرتك هو يعني بيبرمج، بيحط برنامج في الخمس ساعات ويحل بيه المشكله. في خلال الخمس ساعات بيكتب كود يحل المساله بافضل طريقه ممكنه، مش باي طريقه كمان. طيب الطلبه دول على فكره يعني احنا خلال السنين اللي فاتت عندي 5 طلاب جامعه MIT خدتهم منحه
كاملة فول سكولرشيب. روسيا خدت برضو مننا لا انا بس ام اي تي عشان الناس يمكن احنا عملنا شغل عنه قبل كده مع بعض الزملاء ده معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عشان الناس تبقى عارفه ده واحد الاول في العالم تقريبا يعني يعني الناس اللي بتشتغل في جوجل فيسبوك مايكروسوفت كل الشركات دي اللي مقومين الشركه هم الطلبه اللي بيطلعوا من الاولمبياد ده. طيب حضرتك حاصل على الدكتوراه من كندا من جامعة كوينز مظبوط؟ ايوه كان مزبوط. ايه التخصص يا دكتور اسامة في الفترة في اللحظة دي؟ انا كنت شغال روبوتكس يعني كنت شغال تطبيقات الانسان الالي كنت شغال في موضوع الجراسبينج اللي هو ازاي الروبوت يمسك حاجة من غير ما تتزحلق او تفلت او يكسرها من في ايد الروبوت. واللي نقل حضرتك يعني فكره الاولمبياد اللي واضح انه بيربي اجيال بقى بيطلع لانه في حضرتك في التطوير حتى في الدرجات والنسب اللي كانوا بياخدوها الطلبه المصريين في الاول لا حصل تقدم هائل. ايه اللي نقل حضرتك من ده يعني اللي نقلني اولا توافر الامكانيات يعني الاكاديميه العربيه وفرت لي كل الامكانيات في التوقيت ده يعني انا بدات ادرب الطلبه ما كانوا بياخدوا سكور صفر من صفر طلعنا لاربعين خمسين تسعين يعني انا بديت مع الطلب اول ثلاث مراحل بعد كده بقيت اخد الجينيريشن الجديدة اللي تطلع تدرس للطلبة اللي بعديهم وده سر نجاحنا يعني وخلال اربع سنين قدرنا ناخد اول ميدالية في اليونان خدنا اول ميدالية برونز لطالب مصري في المرحلة الثانوية ومن 2004 لغاية النهاردة خدنا أكثر من 30 ميدالية في المسابقات دي. برضه عايز أقول لحضرتك أنا عندي بعض الطلبة عندها شركات بره في أمريكا وداخل مصر قيمتها السوقية تتعدى 50 مليون دولار. طلاب تخرجوا من من من, من, من عند حضرتك في الـ 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 البرنامج أو المركز الإقليمي المعلوماتية المركز المركز الإقليمي للمعلوماتية ده أنشأناه سنة 2002 وبدأنا بعد كده طبعا استعنا بالدولة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت معانا من أيام الدكتور أحمد نظيف وبدأنا ننشر الكلام ده على مستوى جميع المدارس في مصر المدارس الإعدادي والثانوي بناخد الطالب بنعمل له امتحانات اختبارات ذكاء وبعد كده بنصفيهم وبعدين باخد 100 بعمل لهم تدريب ال 100 دول باخد منهم افضل اربعه لتمثيل جمهوريه مصر العربيه. طب تشرح لي بقى حاجه حاجه عشان انا برضو انا راجل مش بتاع علوم طبيعيه والجمهور كذلك. يعني ايه معلوماتيه في السياق ده؟ يعني ايه المركز الاقليمي المعلوماتيه اللي تشمل ايه بقى؟ طرق الحل المنهجي للمشكلات وبرمجة الحاسب الاثنين مع بعض ما هو ده مرتبط بده أنا تمام. عشان أكتب برنامج للحاسب لازم أكون بعرف أحل مشكلة أو بعرف أكتب خطوات حل مشكلة دي بنعلمها للطالب إن هو تجيله مسألة غير مباشرة خالص ما شافهاش قبل كده يتعامل معها إزاي يحلها إزاي يستخدم إيه التكنيكس اللي يستخدمها في الحل. من الحاجات برضو اللي حطيت ايدي عليها خلال الفترة اللي فاتت دي مستوى الطلبة عندنا في مواد الرياضيات بيبقى ضعيف شوية فبنشتغل على الجزئية دي كتير يعني بعلمه ماثيماتيك صح بعلمه يفكر صح بديله قواعد سهلة يحل بيها الدنيا. الطالب عندنا عشان يوصل للمستوى الدولي بيحلله حوالي 4000 مسألة. طب الاول قبل ما ارجع بيعمل ايه مين هو الطالب حضرتك اللي عندك يعني اي واحد قاعد من المشاهدين دلوقتي واخد ثانوي او اعدادي او جامعه او مش من حقه بيتقدم يعني بتنتقوا مين هو تعريف الطالب ايه في الاكاديميه اللي عند حضرتك او في المركز الاقليمي عفوا تعريف الطالب انا ممكن بنزل لغايه سنه اولى اعدادي بتطلبهم ازاي احنا طبعا في تعاون برضو بيننا ما بين وزارة التربية والتعليم بنعمل نشرات عن طريق الوزارة وبنعمل امتحانات اونلاين السنة اللي فاتت عملنا امتحانات ل 85 ألف طالب
بيتقدموا على لكم؟ مستوى الجمهوريه. لا يعني عشان اشرح للناس، يعني هما بيقدموا عندكم موقع، عندكم موقع الناس ممكن تسجل نفسها عليه وتقدم، اللي هو المركز الاقليمي للمعلوماتيه، الاكاديميه البحريه باسكندريه، مظبوط؟ هو الموقع حاليا يعني احنا مع وزاره الاتصالات اسمه EOI Egyptian Olympiad in Informatics. EOI يعني عظيم. EOI يعني بيبقى عليه كل الاخبار، عليه مواعيد الامتحانات، عليه سامبل تيستس من الاختبارات، نماذج الاختبارات. طيب. لازم، انا عايز طالب بيعرف يفكر، طالب ما بيزهقش، طالب يبقى صبور، يعني مش عايز حد يزهق لما اجيب له مساله ما شافهاش يقعد ويحاول يحلها، مش يقول دي ما جاتليش قبل كده او ما شفتهاش وياخد جنب. لا يعني احنا بندور على النوعيه اللي هي قوه التحدي عندها عاليه وبنشتغل عليهم. طب الطالب دلوقتي دخل مشاهد قدامي في البيت او ولاده عايزين يدخلوا، بيدخلوا على الموقع، بيسجلوا نفسهم، ايه الخطوه اللي بقى بتعملوا ايه؟ يعني ده كل 3 شهور، كل سنه، كل يوم، يعني ايه الدوره بتاعه القبول عندكم في المركز الاقليمي؟ بنبتدي كل سنه بنعمل يعني نيشن وايد اكزام لكل الطلبه، امتحان على المستوى القومي، على المستوى القومي، بننشر في المدارس، بنبعت للمدارس، بنحجز قاعات طبعا امتحانات على الكمبيوتر، وبعدين بنخلي الطالب يقعد في اونلاين تيست، يعني يمتحن يحل مثلا 40 سؤال في فتره ساعه، والاسئله بتبقى كلها زي ما بقول لحضرتك، يعني حبي فكرة للمشاهد عن الأسئلة مثلا، تقول له مثلا عندي جمل في مدينة اسكندرية وعايز ينقل موز مدينة أسوان، تمام، وعندي 3000 موزة في اسكندرية وعايز أوصل أكبر قدر من الموز أسوان، والجمل بيشيل 1000 موزة بس كل ما يمشي كيلو بيأكل موزة. والمسافة من القاهرة لأسوان 1000 كيلو، تمام، ايه الاستراتيجي اللي احطها احل بيها المشكله دي؟ في عندنا طلبه في رابعه ابتدائي بتعرف تحل الكلام ده على فكره، بيحلوه يعني، بيحل، بيكتب استراتيجي وبيحدد ايه اكبر كميه، يعني لو قلنا الجمل هيشيل 1000 موزه وياخدهم يوديهم اسوان هياكلهم وهيسيب 2000 في اسكندريه، صحيح، فبيعمل ايه؟ يعني فلازم يبتدي يفكر ان هو هيعمل محطات على السكة يوصل عليها، طب المسافة بين كل محطة ومحطة قد ايه؟ وكده يبتدي يفكر بقى ويحط حلول، وممكن يجيب حلول قريبة من الحل اللي احنا عايزينه بنقبله. وفي طلبة كويسة، يعني انا كنت في الاول متخوف ان الطلبة ما تعرفش تحل النوعية دي من المسائل، لكن في عندنا نسبة كبيرة جدا من ولادنا شطار. طب بعد الامتحان، بعد الامتحان اونلاين ده بيمتحنوا كل الطلبه المتقدمين في نفس الوقت؟ يعني في شهر معين بيحصل ده؟ في خلال شهر معين بنعمل لهم امتحانات مختلفه، وبعدين بناخد الاوائل اللي هم اللي يعني كم واحد يعني تقريبا بتاخدوا كم واحد متوسط سنوي؟ ممكن يعني ناخد 4000 واحد، نعمل لهم امتحانات تانية. يعني اول اختبار 4000 بتاخدوهم وتمتحنوهم تاني؟ يصفوا على كام بقى؟ يصفوا على 1000 دول بقى بتختبروهم تاني ولا بتعلموهم؟ دول بناخدهم نعلمهم برمجه ونعلمهم ماثيماتكس ونعلمهم رياضيات، وبعرفه على المواقع على النت اللي يخش عليها ايه انواع الماثيماتكس اللي هتفيده في شغله، وازاي بعرفه برضو قيمه الرياضيات. يعني صحيح. انا مشكلتي هنا في طلبه كتير يقول لي ايه فايده الرياضه اللي بناخدها، ايه فايده الجبر، ايه فائدة التفاضل، التكامل، الديسكريت ماثيماتكس، لا الحاجات دي يعني كل حاجة حوالينا عبارة عن رياضة، يعني صحيح. صحيح. حركة الدم جوه الجسم معادلة تفاضلية، صحيح. المسألة زي مسألة الجمل والموز برضو رياضة، مسألة تانية يعني حتى برامج بتاعت الجي بي اس، يعني لو عندي عايز اروح من القاهرة لاسكندرية عندي كم طريق امشي فيه، ممكن اطلع صحراء، ممكن اطلع زراعي، ممكن اطلع على العلمين، ممكن ادخل مش عارف لغاية طنطا، ومن طنطا اطلع على البحر في كفر، طب من الطرق في كم طريق ومين احسن طريق ومين اسهل طريق ومين ارخص ومين اسرع، يعني كل الكلام ده بيتحل
بالرياضه، وليه طبعا طرق دايناميك بروجرامينج وحاجات في الماثيماتكس ممتاز. بنعلمها للطلبه واحده واحده لغايه ما نوصله للمستوى حلو. الدولي. ده بياخد وقت قد ايه بقى؟ يعني الالف دول دخلوا السنه دي، هنفترض دخلوا السنه دي، اولا بتدرس لهم اونلاين؟ كل ده اونلاين طبعا. في حاجات بتبقى لا يعني مين اللي احنا بنفضل يبقى في محاضرين بيروحوا لهم، والمحاضرين بتبقى طلبه سابقين عندنا. لا مين يروح لمين يا دكتور؟ مين اللي يروح لمين عشان بس الناس تبقى معانا؟ هقول لك. يعني مثلا الطلبه اللي هي الاجيال القديمه اللي اتخرجت عندنا في الجامعات دلوقتي ومش من حقها تخش المرحله الثانويه، دول ببعتهم يدرسهم للطلبه اللي في طنطا، يدرس اللي في سوهاج، اللي في اسوان. يعني كل واحد بديله مجموعه مثلا 50 20 30 طالب على حسب المنطقه اللي هو فيها. اوكي. وبعد الامتحانات دي بصفي مثلا الألف دول على 100. طب بياخد وقت قد ايه لغايه ما يمتحن تاني؟ يعني كل الدوره بتبقى 32 ساعه، كل اسبوع 4 ساعات، يعني بتاخد لها شهر، شهر ونص، شهرين بالكتير. على اساس برضو احنا مراعيين مواعيد امتحانات الطلبه وانشغالهم. وطبعا انا كان عندي مشكله عظيمه جدا ان الطلبه الثانويه العامه عندنا، يعني ثانيه ثانوي وثالثه ثانوي، كانت من الحاجات اللي خلت يعني شغلنا فيه صعوبه عاليه. فبدانا ننزل تحت، يعني بتبتدي من طلبه في المرحله الاعداديه. طيب دول يعني بعد 32 ساعه بيحصل له ايه؟ بيتخرج يعني بيبقى عنده ورقه؟ لا ما بيتخرجش، احنا كل فتره بنعمل امتحانات وبنصفي وناخد الاحسن لغايه باخد 40 واحد في الاخر، بعمل لهم معسكر مكثف لمده شهر داخل الاكاديميه، وبجيب لهم خبراء من بره برضه. يعني انا عندي ستاف بتاعي وبستعين بخبراء من الصين، من امريكا، من فرنسا، اصدقاء لنا برضو بنجيبهم. يعني برضو بتبقى التكاليف ما هياش كتيره، لان يعني بيبقى لنا مصالح مع بعض ومع الناس دول. يعني طب الاربعين دول قبل ما اروح لهم مثلا بيعملوا ايه؟ انتوا الدوره دي كلها يا ترى دي يعني مكلفه ولا نص مكلفه ولا مش مكلفه خالص؟ ده أرخص استثمار إحنا بنعمله لولادنا ومش مكلفة خالص. أقصى حاجة الطالب يبقى عنده جهاز كمبيوتر بس والرغبة وبعدين طبعا والرغبة، وبعدين النت موجود عليها تقريبا كل حاجة. إحنا بنوجهه إحنا بنديله 32 ساعة. إذا ما كانش هو يحط قدامها 90 ساعة أو 100 ساعة مش هيشتغل كويس، مش هيفلح. يعني زي ما بقول مش هيفلح. يعني احنا 70% من الشغل على الطالب. طيب ال40 يعني دول خلصوا بتعملوا بيهم ايه؟ بقى بنعمل لهم بقى معسكر مكثف لما نطلع عينهم. وبعد كده بناخد افضل اربعه يروحوا فين بقى دول؟ دول بقى اللي بيمثلونا في المسابقه زي اللي كانت في المجر السنه دي. في المسابقة الدولية دي بيبقى فيها مثلا طلاب من حوالي 80 دولة مختلفة أو 85 دولة. تمام. بيخش بقى ويكمبيت مع بقية الدول في المسابقة دي. والسنة دي الحمد لله خدنا 4 ميداليات في المجر. يعني الحمد لله. يعني طب معلش الناس في البيوت هتسأل السؤال الطبيعي، هو الولاد دول بعد كل الجهد ده الكبير جدا ومن حضراتكم طبعا ومنهم، هو في الآخر هيبقى فوق اللي هياخده ميداليه ذهبيه او فضيه او برونزيه، ولا في سوق عمل وفي حاجات تانية بس عشان الناس تبقى معانا؟ لا يعني يطلع على فين بقى؟ قول لي. يعني السنه دي الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديميه تمام شاف الطلبه وشاف قد ايه الطلبه شطار، قال لهم كلكم هتاخدوا منحه كامله في الاكاديميه للدراسه في اي كليه انت عايزها. وبعد كده سوق العمل قدامه عامل ازاي بقى؟ لا مفتوح. يعني ده احنا بنتحايل عليهم يقعدهم، والجامعات بره بتخطفهم والشركات. يعني بليف يعني انا عندي طلبه خد سنه واحده في الكليه وشركات كبيره خدته اشتغل عندها بدون ما يكمل. فالطلبه دي بتبقى عمله نادره. يعني الشركه بتاخد طالب بيشتغل تحت ضغط، بيشتغل طالب صبور، طالب بروبلم سولفر بيعرف يحل مشاكل. يعني تحطه في وزارة الزراعة يشتغل،
حطيته وكيل نيابة يعرف يفكر، دخل في سلك التجارة هيعرف يفكر صح. فالطلبة دي لما كنت برضو في سنغافورة في سنة من السنين، لقيت شركة سيارات جاية عايزة الولاد دول شغال عندهم. هم الولاد دول بيبقى معاهم شهادة في الآخر يعلقوها في الصالون في البيت، ولا بيبقى يعني 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 الخريج ده يبقى شكله ازاي؟ مع الناس احنا متعودين على حاجات قديمة بقى فبنسأل فيها. لا، الشهادة دي حاجة بسيطة يعني، ده طبعا لما بيروح يعمل انترفيو في أي شركة يعني تبقى فرصته انه يتاخد 99%، لأن أي شركة بتجد ضلتها في الطلبة دي. الجامعات الكبيرة لو قدم على منحة برضو بتاخده سكولرشيب. أقول لك عندي 6 طلبة راحوا MIT، مش عايز أقول لك الجامعات التانية يعني. مظبوط. وواخد يعني يعني منهم طالب كان مقدم معاه 12,000 طالب تانيين، خدوا منهم 4 أو 5، هو كان واحد منهم. ممتاز. وحاليا الطالب ده اتخرج وشغال في واحدة من الشركات الكبيرة، شغال أعتقد فيسبوك أو جوجل. طيب سؤال الطلب. اتفضل دكتور. هقول حاجه. اتفضل. الطلبه القديمه بتوعي انا كنت في سياتل، لقيت بعض الطلبه اللي بدات معاهم في 2007 و2008 رؤساء اقسام كبيره في شركه فيسبوك ومايكروسوفت، وهم المسؤولين عن التعيينات دلوقتي في الشركات دي. طيب سؤال الاخير لحضرتك، لان انا الحقيقه مستمتع جدا بالحوار مع حضرتك بس الوقت طبعا مش ملكي. انت حضرتك لو انا ما اعرفش، لو أولادك، أولاد أختك، أولاد أخوك، أصحابك، قرايبك، جيرانك، تنصحهم بالمسار ده اللي هو غير تقليدي في النظام التعليمي المصري، يتوكلوا على الله؟ طبعا أنصح أي طالب حتى لو مش هيطلع وياخد ميدالية، بيخش ويتعلم التفكير ويعرف يتعامل مع المسائل. أنا بالحاجات اللي بتزعلني لما بتيجي مسألة غير مباشرة لطلبة ثانوي، الدنيا بتقوم والصحافة بتقوم. طب وبعدين ما الطالب بيجيب 99% وما بيخشش الكليه اللي هو عايزها. مظبوط. وبعدين بيجي في الجامعه بعد كده يخبط في طريقه التعليم بتاعت الجامعه. مظبوط. لما بيجي سؤال واحد بس غير مباشر، الطلبه دي حياتها كلها تفكير خارج الصندوق. انا الحقيقه مش عارف اضيف حرف واحد على يعني اللي استمتعت بيه مع حضرتك. حضرتك واحد من الابطال اللي احنا بنفخر بتقدمهم لشباب مصر، وانت صانع ابطال بقى مش بطل، انت يعني كوتش كبير يعني بتخرج ابطال كتير في اولمبياد العالم اللي حضرتك حصلت على اعلى وسام في اولمبياد العالم الدولي للمعلوماتيه سنه 23 من الصين. بشكرك جدا دكتور اسامه اسماعيل مستشار المعلوماتيه. عايز اضيف حاجه بس. اتفضل يا دكتور. يعني الحمد لله اللي هو احنا في المجر معالي السفير محمد الشناوي. نعم. استضافنا واستضاف رئيس الاكاديميه واستضاف المستشاره بتاعت الاتصالات في البيت، وعزم الاولاد عنده على الغداء، فدي كانت لفته جميله جدا لاولادنا. يمكن هم في الصوره ورايا تشايفهم. صحيح. صحيح. الصوره برضو الحمد لله احنا هنعمل مسابقة كبيرة جدا لطلاب الجامعات في شرم الشيخ من 12 ل 17 نوفمبر. ممتاز. ودي برعاية رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومحافظة جنوب سيناء وزارة الاتصالات وزارة السياحة، يعني الأكاديمية الحمد لله يعني بدأت الدنيا يعني في اهتمام وفي توجهات يعني كويس، بتفتح نفسنا على الشغل وبتشجعنا ان احنا نعمل اكتر من كده. احنا قبل كده كنا بنعمل الحاجات دي وبنتحارب. صحيح. لا لا الحقيقه الدكتور اسماعيل غفار صديقنا العزيز راجل بيبذل جهد كبير جدا، والاكيد يعني انه مع علماء كبار زي حضرتك الجهد ده بيؤتي ثمار مهمه جدا للبلد. انا فعلا بشكرك جدا الاستاذ الدكتور اسامه اسماعيل مستشار المعلوماتيه لرئيس الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والعميد المؤسس للمركز الاقليمي للمعلوماتيه بالاكاديميه. بشكر حضرتك جدا يا بروفيسور، شكرا جزيلا. ادي نموذج تاني من جيل وسط شفتوه حضراتكم، شفتوا بافاق اهو، قدموا لاولادكم. يعني تاني الموقع هو عباره عن EOI، دوروا عليه على النت، شوفوا قدموا فيه اذا كان ولادكم، مش مهم هو حاصل على ايه زي ما قال الدكتور اسامه، ومش مهم في سن كام، المهم يقدر ولا لا. فرص كبيره بتفتح افاق للمعرفه وافاق للعمل، والعالم بيفتح لكم. لما بيقول هو 6 من تلامذته راحوا معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ده اعلى معهد في الدنيا الام اي تي،
فإن شاء الله ربنا يكتبها لكل مجتهد وكل أولادكم. بنترك حضراتكم دلوقتي مع فاصل ونرجع نكمل مع فقرتنا الرئيسية والأخيرة. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في فقرتنا الاخيره والرئيسيه في حلقه النهارده، وهي فقره يعني مرتبطه بحضراتكم، مرتبطه بالعالم، مرتبطه بحياتنا كلها. يمكن احنا مش منتبهين كتير لتغيرات بتحصل حوالينا، بنتكلم فيها كتير جدا. يمكن في مصر هنا اتكلمنا عنها اكتر في نوفمبر اللي فات لما انعقد مؤتمر المناخ الكوب 27، بدانا نتكلم في موضوع المناخ، بدانا او المناخ بدانا يعني نستشعر ان في مشكله، الحر جالنا والبرد معاه، يعني حسينا بلخبطه. ثم فجاه حصل تطورات طبيعيه في خلال الاسبوع اللي فات، حصل زلزال الكارثي في المغرب الشقيق، ثم الاعصار غير المسبوق في ليبيا الشقيقه، قبلهم بكام شهر كان عندنا زلزال تركيا وسوريا، بعض البراكين اللي كانت هاديه ابتدت تنشط. احنا مش عارفين، يعني انا شخصيا مش عارف، انا عامل هذه الفقره عشان افهم ونفهم مع حضراتكم يا ترى في علاقه بين الكوارث الطبيعيه وتغيرات المناخ. الدنيا فيها يعني حاجه بتحصل هتؤدي لبعضها، ولا دي حاجات منفصله وكل واحده فيهم معلش في التعبير هتؤدي لكارثه وحدها، ولا الكوارث متصله؟ ده هو يعني موضوع حلقتنا النهارده، بنستضيف فيها اتنين من العلماء هيساعدونا في الفهم. بنرحب بيهم استاذ الدكتور صلاح الحديدي، استاذ الزلازل بمعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه. اهلا بيك دكتور. اهلا بحضرتك، الله يخليك. استاذ الدكتوره الهام محمود، استاذ البيئه وعلوم البحار والاستشعار بهيئه الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وكمان عضو اللجنه الدوليه للتغيرات المناخيه بالامم المتحده. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. يعني هبدا بيك دكتوره الهام، يعني في علاقه بين اللي بيحصل؟ اكيد في علاقه. يعني احنا عايزين نشوف الاول في اكيد في اكيد في علاقه، لان خلينا نتكلم من الناحيه العلميه، لان صعب ان احنا نتنبأ بشيء مش عايزين نكون بنصدر الـ 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 الافكار السالبه. ولكن صحيح. العلم بيقول ان معظم الدراسات اللي تمت في الفتره الاخيره، خلينا اقول بنتكلم في 100 سنه اللي فاتت، بتثبت ان في علاقه ما بين التغير المناخي بالذات في زياده درجات الحراره، وما بين الكوارث اللي بتحصل، الكوارث البيئيه بالذات. مش بس في عدد مراتها، ولكن كمان في شدة حدوثها. فده بيدي ربط ما بين التغير المناخي. احنا دلوقتي التقارير الدولية اللي طلعت مؤخرا، على اخرهم كان تقرير لجنة التغيرات المناخية اللي تابع للأمم المتحدة، تقرير سموه الـ AR6 اللي تم اعلانه في الكوب 27 اللي فات. بيقول ان الزيادة اللي حصلت في درجات الحرارة تمت تسجيلها في 100 سنة اللي فاتت. ولما جم يدرسوا 100 سنة دول in details، لقوا ان اخر 40 سنة هم اكتر حاجة. الـ40 سنة دول طبعا احنا بنتكلم في بعد الثورة الصناعية. الـ40 سنة دي كانت فيها اكتر نشاط بشري، خليني اقول الانشطه الصناعيه، وطبعا الاميشنز بقى الكربون دايوكسيد والميثين والحاجات دي. فتم والفتره دي كانت اكتر فترات حدوث في الكوارث، بالذات الكوارث الفيضانات، ارتفاع مستوى سطح البحر، درجات الحراره اللي بتسبب الامراض، وانتشار امراض كتير، اوبئه كتير ما كانتش موجوده قبل كده، وحاجات كتير اختفت، حتى كمان التنوع البيولوجي. فتم الربط هنا ما بين زياده درجات الحراره اللي هو بالنسبه لنا احنا تغير مناخي، بس طبعا له مظاهر اخرى غير درجه الحراره، وما بين الكوارث الطبيعيه. فردا على سؤال حضرتك، ايوه في علاقه ما بين الكوارث وما بين التغير المناخي. طيب ده بشكل عام. طب دكتور صلاح، يعني انا في شيء مستغرب له، احنا بنشوف بنتفرج، احنا مش علماء طبعا خالص، وبنشوف وبنقرا عن تكون المجرات والارض، وارضنا ليها كم مليار سنه الكوكب ده؟ 100 مليار سنة. 100 مليار كتير. طيب. كتير كتير مر عليها ياما تغيرات مناخية. بقى اشمعنى دلوقتي التغيرات المناخية دي، اذا كنت شايف ان حضرتك في علاقة يعني دلوقتي بتأثر علينا بعد مليارات السنين اللي اتشكلت فيهم الكرة الأرضية
الكون بكل يعني خليني يعني في الاول بنتقدم بخالص العزاء لشعب المغرب في ضحايا الزلزال. احنا من ضمن المجموعه الشمسيه ككل يعني، فاكيد كله بيتاثر ببعض يعني. بس انا شايف ان هي الكره الارضيه في نص فوق ونص تحت. تمام. اللي فوق ظواهر الطبيعيه زي ما قالت الدكتور الهام، التغيرات المناخيه، المناخيه، العواصف، الاعاصير. النص التحتاني له علاقه بالزلازل والجيولوجيا كلها بشكل عام. تمام. واخد بالك؟ ف ارتباطها بكل الظواهر الطبيعيه اللي الدكتوره الهام قالت عليها الى حد كبير يمكن 99% 100% صح. ما فوق بس بالنسبه الأرض. للارض اللي تحت الارض يعني ارتباط ما فوق الارض مش في سطح مش لا في انا تحت، ما انا عند الحراره بتوصل الافات في الارض اللي هي بتعمل بتبقى سبب من اسباب الزلازل، لكن مزبوط. درجات الجو درجه الحراره في الجو في الاتموسفير يعني بتبقى 50 درجه مثلا ولا مش اكتر من كده، وتاثيرها هيبقى لغايه فين في الارض. لكن احنا عندنا الزلازل بتحصل نتيجة تيارات الحمل الموجودة ودرجات حرارة بتصل ل 1000 درجة و 6000 درجة في 7700 في باطن الأرض، فبالتالي هم منفصلين من ناحية أو كل واحد ليه الكينونة بتاعته. اللي فوق ليهم تأثيرات معينة، واللي تحت متأثرين باللي بيحصل تحت القشرة الأرضية من دوران وما إلى ذلك يعني. دكتورة إلهام فضل. أنا دلوقتي الدكتور صلاح قال الحتة اللي تخصصه، طيب أنا عايز أربط ما بين الاثنين شوية. دلوقتي حضرتك اللي بيحصل فوق الأرض الدكتور صلاح ذكر لنا دلوقتي يبدو منفصلا حتى الآن عن اللي بيحصل تحت سطح الأرض، اللي هي عبارة عن يعني شيء مستعر نارا يعني درجات حرارة ألافات بالألاف يعني وصفائح يعني. دكتورنا نتكلم عنها دي بعدين. هو السؤال يا ترى في لحظة ما، وانا حافظ حاجة فوق الارض وبرضو حافظ رأي الدكتور صلاح فيها طبعا. فوق الارض احنا عندنا دلوقتي يبدو في حالة ذوبان للتليج السليج في القطب الشمالي والجنوبي، ده فوق الارض. والمية جزء من تكوين رئيسي 70% لفوق الارض. يا ترى ده ممكن يأثر على قاع الارض بعد شوية شوية دي معرفش كم سنة بقى ولا لا خالص؟ قاع الارض ده بتقصد بيه حضرتك حدوث زلازل ولا حضرتك تقصد حاجه ثانيه؟ الدكتور يشرحوا لنا قاع الارض كم متر تحت كم كيلو المركز لا يعني من وانا قاعد هنا ابدا قاع الارض من كم متر تحت؟ ما انا بقول لك 6371 كيلو. يبداوا من كام مش نهايته كام؟ من فوق من على لغايه المركز الارض 6371 كيلو. ويبدا من كم كيلو؟ كيلو في بقى في هي طبقات في على 50 كيلو في 100 كيلو لغايه 700 كيلو بيحصل زلازل. ممتاز. هرجع للزلازل. طب ايه راحتك، هل بقى اللي فوق الارض هيأثر على عمق الارض ولا الزلازل حكايه واحدها منعزله عن التغيرات المناخيه؟ ده سؤال جميل. هو خليني اقول مفيش دراسه اثبتت ان في علاقه مباشره ما بين التغير المناخي وما بين حدوث الزلازل، ولكن التغير المناخي ثلاث حاجات. التغير المناخي زياده في درجات الحراره. تمام. ده انا بقول دي نتيجه. المسبب ايه؟ ذوبان الجليد. تمام. وده بيحصل في البولار ايريا، عشان كده المناطق المداريه عشان كده دي بتبقى اكثر تعرضا للتغيرات المناخيه. لما بيحصل ذوبان في الجليد بيحصل ايه؟ بيحصل ان زي الميه اللي في البحار والمحيطات بتزيد عن مستواها العادي. صحيح. فده اللي بنسميه ارتفاع منسوب سطح البحر. وده احد المخاطر الجامده جدا على المدن الساحليه بالذات، من ضمنها اسكندريه ومدن اخرى كتير. طيب ايه اللي بيحصل من ناحيه، انا بتاعت علوم بحار فانا برضو ماليش في الزلازل، بس هقول لحضرتك ازاي ممكن ده ياثر على ده. لا الضغط بتاع المياه بيتغير نتيجة اختلاف منسوب سطح البحر. اختلافات الضغط دي ممكن تأثر، وإن كان برضو لم يثبت حتى الآن، لكن هي ممكن في المدى البعيد تأثر على الضغط في داخل أو أعماق المياه. فده ممكن يكون له يعني ممكن يكون له تأثير عشرات السنين، مئات السنين، آلاف السنين، على حسب درجات الحرارة اللي احنا متوقعينها. احنا دلوقتي التقرير بيقول ان احنا عايزين نوقف درجة الحرارة على 1.5 ويعني no one can guarantee يعني مش نتمنى ان احنا نوقف لحد كده، لكن في بعض التوقعات بتقول ان احنا على سنة 2050-2100 ممكن نوصل لاتنين درجة مئوية زيادة في درجات الحرارة. فالتغير الاتنين ده هيبقى عايز اقول ان نتائجه هتبقى غير محمودة العوائق تماما يعني. طيب. ممكن اضيف على حتة برضو الهام اشارت لها وكلمة يعني حاجة كونكلوجن كويس، لان احنا بنعاني منه في الوقت الحالي. ان البحيرات الصناعية كلها اللي ورا السدود نتيجة
تحميل الميه، التفريغ، يعني التفريغ والملء زي ما حصل عندنا في بحيره السد العالي، حصل عنه زلازل وعلى مستوى العالم. صحيح. جميع البحيرات الكبيره جدا الكبيره يعني، ونتيجه تحميل الميه، اللود بتاع الميه، اللود والتفريغ ده عمليه بيغير في الضغوط، وبالتالي لا بيغير في الضغوط اللي بتقع على الصخور، بالذات لو في صدوع بتبقى موجوده، بيعمل تنشيط للصدوع دي وبينشئ عنها زلازل زي ما حصل زلزال اسوان في 1981 حصل، ولغايه النهارده بيحصل زلازل بسبب الملء والتفريغ بتاع البحيره مع تسرب المياه وتوغلها بين مسام الارض، برضو بيساعد على تنشيط الزلازل، ودي بتسمى من انواع الزلازل المستحسه او المولده اللي هي انديوس سازمست، غير التكتونيه اللي هي نتيجه الصفائح التكتونيه وارتطامها. فده نوع من انواع الزلازل بيحصل، بس بيحصل بقى ايه على فترات بعيده يعني مش سنه او اتنين او 10. طب بمناسبه دي، لان برضو انا اجيب خاطري حالا دلوقتي، حضرتك انتوا علمتونا في يعني علوم علماء الزلازل انه في المحيط الاطلنطي بين الصفيحه الامريكيه واليورو يورو اوروبيه والاسيويه في فالق كبير، وفي منطقه زلازل كبيره. تمام. طب ارتفاع الميه بالشكل اللي الدكتوره بتقول عليه، هل ده يؤثر ان يعني تتسع منطقه الزلازل دي او تشتد او بتاخد وقت ولا لا؟ هي الزلازل اللي بتبقى موجوده دي زي ما احنا بنقول ان في مناطق التقاء، احنا عندنا الصفائح التكتونيه النظريه بتاعتها بتقول ان كان الارض كلها كوره واحده وبحر واحد، وبعدين حصل في يوم الانفجار العظيم الهائل يعني، ونتيجه دوران الكوره دي وقوه طرد المركزيه والحراره انفجرت وانفصلت وعملت الصفائح التكتونيه دي. وبرضه بالمناسبه دي جت في القران، بسم الله الرحمن الرحيم، اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. فهم كانوا يعني القران سابق من 1400 سنه النظريه اللي هي التكتونيه اللي اظهرت توضيح اسباب الزلازل ايه؟ ان الصفائح التكتونيه، عندي صفائح تباعديه زي اللي بيحصل في البحر الاحمر بينفتح سنويا ب 15 مللي في السنه، بيبعدوا عن بعض، بيبعدوا عن انفتاح، وبالتالي الجزيره العربيه او الصفيحه العربيه بتلف في اتجاه الشمال الشرقي وتخبط في ايران وتركيا وسوريا، والزلازل اللي بتحصل هناك على امتداد شرق الاناضول. الصفيحه الافريقيه بتاعتنا بتغوص تحت الصفيحه الاوراسيويه اللي حضرتك قلت عليها دي، وبيحصل صدام جامد، نتيجه للصدام الجامد ده بيحصل زلازل بتاثر على شمال مصر، وبالتالي بيحصل حاجات كتير احنا مش مدركينها يعني. الميه لما تزيد ممكن يكون اللود بتاعها برضو مع الملء والتفريغ ممكن ياثر على الطبقات اللي تحت، وممكن في فوالق موجوده في البحر بتحصل يعني. هو التسونامي بيحصل في البحر ليه؟ في المحيطات لازم يكون في كونديشنز عشان يحصل تسونامي، شروط معينه لازم يكون في الاوبن سيز والاوشنز مفتوحه جدا، عمق الميه كبير جدا، وبعدين يحصل اي صدع يبقى الحركه راسيه كده مع اندفاع الميه الرهيب جدا في البحر. بتوصل سرعه الميه دي 800 كيلو متر في الساعه، وبتوصل الشواطئ وزن يعني ثواني بتدمر كل حاجه على الشواطئ، فدي بتزود من المخاطر البيئيه كتير جدا يعني. طب هرجع تاني للمناخ والبيئه دكتوره الهام، وانا عندنا كارثتين يعني، كارثه المغرب الشقيق وليبيا الشقيقه، ربنا يعني يتقبل كل الضحايا بالرحمه ويشفي المرء ويشفي يعني أمين. كل من انقذ. من الواضح تماما انه ليبيا ليها علاقه بيكي كبلد ولا البيئه والمناخ. طبعا يعني اقصد هي يعني في الزلازل مش قريب منك قوي، لكن طب ايه بقى حكايه ليبيا؟ ايه دانيال ده وايه وفكره العواصف والاعاصير اللي احنا بنشوفها في دول ثانيه زي الولايات المتحده الامريكيه؟ بنشوف ده ايه بقى يعني، ازاي الاثار ده بيجي وايه علاقته بتغير المناخ؟ عايزة كنت أقول لحضرتك في إجابتي للسؤال الأولاني إن مش بس درجة الحرارة هي الأثر، هو يمكن ده الأثر المرئي أو الأثر اللي إحنا بنحسه. تمام. لكن إحنا عندنا كمان نتيجة درجات الحرارة دي بتعمل إيه؟ بترفع درجة حرارة الهواء. وفي دايما انتر اكت ما بين الهواء والميه، فدرجه حراره الميه بتعلي درجه حراره البحار والمحيطات. صحيح. كل ما درجه حراره الميه بتزيد بيزيد عندنا صفه البحر. جديده اللي هي البخر. تمام. فنسبه الميه اللي بتطلع من البحر بتبقى كتيره جدا، فاحيانا لو درجه الحراره عاليه قوي البخر بيبقى زياده. البخر ده بيروح فين؟ بيطلع في الاتموسفير تاني ويتحول الى سحب. لو السحب دي كتيره جدا بتتحول الى امطار رهيبه ممكن توصل زي ما حصل في ليبيا، واللي بيخليها تزداد صعوبه او يعني تزداد شده لما يكون مصاحب ليها رياح.
وده اللي حصل، ان الرياح جت من اليونان ونزلت، كانت السحب معبأه بالامطار او بالمياه، فسببت الفيضان او الاعصار الفظيع اللي حصل في ليبيا. واحنا على حسب ما سمعت ان معدل المطر اللي نزل تقريبا وصل ل 400 ملم، وبعض الاماكن كان 800 متر متر او ملي متر. طبعا ال 800 ملم دول ممكن ينزلوا على بلد لمده سنه ونزلوا في 24 ساعة. فطبعا دي حاجة محتاجة ان البلد تكون مستعدة اساسا. طبعا احنا ما نقدرش نمنع الكارثة، ولكن المهم ان احنا نستعد لها بخطط طوارئ يعني. فليبيا لم تكن مستعدة بالشكل الكافي، بالذات المدن اللي على التغير المناخي قد يكون لعب دور في ده. طبعا اكيد، لان درجة الحرارة هي اللي سببت زيادة السحب والرياح، اتجاه تغيير اتجاه الرياح ده من ضمن الحاجات اللي بتنتج عن التغيرات المناخية، لانه تغيير في الضغط الجوي كمان. يعني برضو تعليق سؤال قدري بعد شوية صغيرة. احنا عندنا في الزلازل بنقول ان الزلزال ما بيموتش حد، الزلزال لا يقتل احد، الزلزال ولكن من المان ميد اكتيفيتيز. كارثه بتاعتنا، وبرضه مؤتمر المناخ بتاع السنه اللي فاتت كله بيتكلم على نشاطات الانسان طبعا. هي اللي بتخرب في الكون يعني. لو زي ما كنت لسه بحكي مع الدكتوره الهام بره، واحنا بره في اليابان سابوا موضوع التنبؤ لانه شافوا ان هو يعني لغايه الوقت الامور صعبه يعني، وبداوا يتجهوا الى الوقايه والبروتكشن، ان انا بعمل كود البناء المقاوم للزلازل. عندهم 45 دور، عمارات 45 دور بتتمرجح وانت قاعد ما فيش اي حاجه. انا عشت في اليابان فتره، انا كنت هناك ثلاثه يعني في شغل، وكنت في اليوم بحس ب 15 زلزال. كنت لسه بحكي لها قلت له ما حد بيتمرجح، فزعت. وبعد كده بقى عادي، بسيط جدا، ومحدش بيجري ولا حد خالص. ليه؟ في ثقه في اللي بيحصل، تطبيق كود، ما فيش مجاملات، تفعيل القوانين، ده اهم حاجه. ان مفيش اي مشروع، اي بروجكت يتعمل، اي انفستمنت يحصل الا لما يتعمل دراسات جدوى على كل حاجه، ويتحط معامله الخطوره الزلزاليه ايه، وكل ده يتحط في المعايير الهندسيه للمشروع قبل ما يتعمل. لو عملنا كده الدنيا هتبقى كويسه، ولو حصل حاجه مثلا هتبقى مش بالشكل الرهيب اللي حصل في المغرب وفي سوريا وتركيا. فده السبيل الوحيد دلوقتي ان احنا نبدا نفكر علميا ونعمل هذا الكلام بالظبط. يعني ده بيرجعني لحاجه مهمه اجتمعتوا عليها حضراتكم الاثنين، انه الاصل والسبب هو البني ادم. ايوه طبعا. يعني الزلازل في ذاتها انا هتهز، بس مش ما لم يكن في صخره او يعني شيء حاجات تانية طبيعي في جبل زي ما حصل، لكن لو طالما انا في مدينه او في قريه ومبنيه صح مش هيحصل لي حاجه. وكذا وبالتالي خطا الانسان هو خطا، والنشاط بتاعه يعني بيجير على الطبيعه اللي هو بنفس الطريقه بيجور على البيئه وعلى المناخ. هل ده توصيف صحيح؟ توصيف صحيح 100%. لان لو سؤال حضرتك لدكتور صلاح في الاول، ليه احنا ما الكوارث موجوده طول العمر والمناخ بيزيد طول العمر، لكن ليه في الفتره الاخيره احنا بدانا نحس بيه؟ لان النشاط الانساني او خلينا نقول الاربنايزيشن اللي هو الانشطه البشريه عموما، المصانع والمباني في كل مكان، وعدم التخطيط في يعني الاماكن الغير مخططه بشكل جيد، كل دي كانت مسببه للايميشنز اللي طالعه ثاني اكسيد الكربون اللي مش عارفين نتداركه. وغالبا الدول الصناعية العظمى هي المسبب الأساسي، طبعا على رأسهم أمريكا ثم الصين ثم الدول الأوروبية. فده خلى الناس تعمل ربط ما بين زيادة النشاط البشري وزيادة التغيرات المناخية. فدلوقتي بقت نسبة بسيطة جدا اللي تعزى في الكوارث للتغيرات الطبيعية، اللي هي بقى حركة الأرض وحول نفسها وحركة حوالين الشمس، فبالتالي كله بيتوجه إلى النشاط الإنساني. فللأسف احنا مضطرين نبص على الأنشطة الإنسانية ويتعمل لها تحجيم أو تخطيط علشان نقلل من الانبعاثات. لان التغير المناخي بيبصوا له من ثلاث ملفات يا دكتور ضياء. اول ملف ان هو ازاي نقدر نخفف من الانبعاثات. الملف الثاني وكله لازم يبقى ماشي بارلل، يعني لازم يبقى كله بالتوازي. الملف الثاني ازاي نقدر نتكيف مع الاثار، لان الاثار اوريدي حاصله، فازاي نقدر نواجه هذه الاثار. والملف الاخير ان احنا نعد السيناريوهات لما هو، مش عايز اقول التنبؤ، دكتور صلاح معترض على كلمه التنبؤ، ولكن احنا في العلم مضطرين نتنبأ حتى لو كانت نسبه حدوثها تقع في النسب البسيطه يعني. طب دكتور صلاح، بمناسبه التنبؤ، وده موضوع الحقيقه كل الناس بتتكلم فيه، يعني العلم الطبيعي او العلوم الطبيعيه كلها قطعت اصوات كبيره جدا فيه، والعلم في الاصل هدفه الرئيسي هو انه يبقى عنده تنبؤ يعني. طبعا. في كل العلوم، ليه في الزلازل لا زالت هذه القدرة عندنا مش موجودة؟ هل انه ما درسناش الارض كويس، ولا الارض لا تدرس
بشكل يتم التنبؤ بحركتها في باطنها. لا بالعكس، احنا بالزلازل بنقدر، العلم الوحيد اللي بيقدر يوصل للمركز للمنطقة اللي هو 6371 كيلو بتصورها تمام زي الاكس راي في عمق الارض. اه بنوصل لغايه المركز الارض، لان احنا عندنا الموجات بتخش جوه الارض المركز وبنستقبلها وبندرس وبنحدد انواع الصخور وكل حاجه. بس ايه اللي بيحصل؟ امتى؟ احنا بنعرف بعد انت. يعني بنعرف الكلام ده بعد، ما نقدرش نعرف قبل. لا ما ينفعش، ليه؟ لان الزلازل في العلم ولا لا مش هو مش قصور في العلم، على قد ان هي حاجه بلايند، حاجه انت بتتعامل مع حاجه ما بتشوف حاجه. واخد بالك؟ يعني المؤشرات تديني المؤشرات اللي احنا كنا بندرسها وكنا ماشيين بيها، ان بنسجل كل يوم سين المحطه الشبكه القوميه المصريه للزلازل بنسجل معدل مثلا من البحر الاحمر 20 زلزال في اليوم، يبقى 30 40 50 100 وننتظر، وكنا نعمل حاله تاهب وبعد كده ما يحصلش حاجه. واخد بال حضرتك؟ فبالتالي وبعدين بتحصل على اعماق مختلفه، ممكن 8 كيلو 10 كيلو 20 كيلو لغايه 700 كيلو. طب لو احنا حددنا فاكتور واحد من دول، هي دايما بتحصل على 10 كيلو، هبقى فاهم الموجه اللي جايه لي دي ان هي في حاجه جايه، لكن ده كل يوم بتبدا من تحت وتطلع فوق تصاعدي، وبالتالي مش قادرين نمسكها بمعنى اصح يعني. لا من ناحيه الوقت ولا من ناحيه العمق ولا من ناحيه القوه بنقدر نحددها مبدئيا يعني، لكن امتى هيحصل؟ بدانا في العشرينات بدا يدرسوا غاز الرادار كوسيله من وسائل التنبؤ بالزلازل، لان بيحصل نتيجه الحركه بتاع الاحتكاك ودرجه الحراره العاليه الاشعه المواد المشعه زي اليورانيوم والسيريوم والحاجات دي كلها بيحصل لها انشطار وتطلع غاز رادن. واكتشفوا ان تركيز غاز الرادن مع الزلازل بيزيد، وده عملوا دراسه جامعه ليدز من شهر كده على مدينه كهرمان في تركيا. الزلزال حصل 8 فبراير وعملوا دراسه لمعرفه تركيز غاز الرادون من يوم 9 ليوم 12، لقوه زاد 4 أضعاف. ده اتكرر في زلازل اخرى؟ بس بنعرف بعد ما يحصل الزلزال. بعد ما يحصل، لكن في الوقت قبل ما يحصل. هو الغاز ده ما بيطلعش غير مع الزلزال؟ بيطلع مع الزلزال، اللي هو بيطلع طبيعي قبلها؟ يعني قبلها ما تقدرش تقيس مستواه؟ ما بيظهرش. خد بالك؟ وفجاه تلاقي الدنيا حصلت، نيجي نقيس بعد ما يحصل الزلزال يقول لك ايه في كان فعلا في زياده في تركيز غاز الرادون. حضرتك برضو في اليابان عاملين مدارس دلوقتي ان الحيوانات، دراسه سلوك الحيوانات قبل الزلازل. حضرتك السؤال ده هل ده حقيقي؟ حقيقي، بس في شواهد كتير بتقول هي حقيقي الحيوانات. بس الناس بتنسى، وبالتالي لما يبقى في كلاب بتهوي والكلاب بتبقى معصبه وعماله تهوه وبتاع، يقول لك اطرد الكلب ده بره، اطرده مشيه. وبعد ما يحصل زلزال يقول فعلا ده كان الكلب ده عمال يلف علميا بيدرس لان هي قدره الودن ان هي تستقبل الموجات الهاي فريكوانسي اللي بتطلع من الزلزال هو بيستشعر غير الانسان. فتلاقي المغزل الحيوانات، الحمير بالذات، الكلاب، السمك بتلاقيه بعد ما يحصل الزلزال يقول لك فعلا ده السمك كان طافي كله على سطح الميه، لانه بيحس بالحاجات دي كلها عشان يبعد عن الترددات العاليه. بس الانسان بيبقى ساعتها ما بيربطش الظواهر الطبيعيه الا بعد ما تحصل، ونيجي نعمل كوتشينير. كنا نطلع بعد الزلزال نعمل كنت فين وحسيت بايه ويحكي لنا على الحاجات دي، بس بعد ما بيحصل الزلزال عاده يعني. عاده. طب دكتور الهام، يعني اشرح لنا برضو، احنا الناس كانت مصر خايفه لغايه يومين عدوا بعد الحمد لله ما عدى صار دانيال ده. هو دانيال ده في منطقتنا يعني جديد؟ جديد، لان هو المفروض ان هو يعني هو قبل كده كان في الجزء الشمالي اللي هو في شمال المتوسط. لما وقف عند اليونان ما كانش فيه اي توقع خالص ان هو هينزل لجنوب المتوسط لليبيا او كده. ايه اللي نزله طيب؟ التغيير الرياح، تغيير اتجاه الرياح. لا، الرياح دي حاجة من ضمن التغيرات المناخية، لأن ده ضغط جوي برضو في النهاية، لأن الصيف الحالي زي ما حضرتك ملاحظ درجة الحرارة كانت عالية جدا عن المعدل المتعارف عليه. صحيح. فده بيسبب تغيير في الضغط الجوي، والتغيير في الضغط الجوي بيغير في مسار الرياح. وعلى حظنا يعني أن الرياح جت جنوبية غربية فنزلت على ليبيا.
ولما نزل في ليبيا حصل تغيير تاني في الرياح، فعشان كده جه في غرب مصر. الحمد لله ان طاقة الرياح اللي كانت متحركة كانت بدأ ب80 على ما وصلت عندنا في مصر، وصلت ل40 كيلومتر في الساعة. يعني الطاقة بتمتص لما تصطدم الرياح بحاجة؟ لا، او ممكن مع المسافة. مع المسافة بالضبط او الاثنين. لا مش هتصطدم بحاجة، لأن مش مرتبطة، لأن الرياح دايما أعلى من مستوى حتى المناطق الجبلية. تمام. لكن هي مع طالما ما فيش قوة تانية بتدفعها، أول ما بتمشي مسافات طويلة بتبتدي تقل. وفي الفعل هي وصلت غرب مصر في مرسى مطروح، وصلت ل40 كيلومتر في الساعة. فبالتالي احنا بدأنا، يمكن المطر كان أعلى شوية هناك، لما جه في القاهرة يعني كان مجرد رذاذ، يعني لم نشعر. هو الفرق بين الإعصار والرياح؟ يعني احنا بنشوف حالات كده في الولايات المتحدة دورانية، ده ايه؟ هو ده اللي حصل؟ الإعصار حاجتين، اولا انه بيكون اوله بيكون بادئ مطر، ثم بتيجي طاقة رياح عالية جدا بتبقى سرعتها اعلى من المستوى العالي، زي ما بقول لحضرتك وصلت 80 كيلومتر في الساعة، وده طبعا معدل سريع جدا. وكمان بتغير حركتها في لحظات قليلة، فالحركة بدل ما بتبقى ماشية في اتجاه واحد، يعني مثلا جنوب غرب مثلا، بتاخد اتجاه معاكس، فبتغمل زي الشكل الدائري. فده اللي بنسميه الإعصار. وبتبقى الأمطار بتبقى شديدة جدا، عشان كده لما بتنزل بتبقى بنقول عليها ايه، محطمة، يعني بتحطم حتى الحاجات اللي حاصلة، يعني بتنزل على، وبالذات لو نزلت في مسطحات بحرية زي ما حصل في ليبيا. التيارات كانت شديدة جدا لدرجة انها حطمت السدود اللي موجودة، العربيات بتلف كده الدوامة، صعب جدا. وهي قسمت البلد لنصين، يعني يقال ان المدينة صور الجوية الحيث ومارسة قسمت البلد. طب دكتور صلاح، برضو نرجع لموضوع الزلازل مرة تانية، ويعني ربنا يحمي كل الدنيا يا رب. يعني يا رب بنقول يا رب. يعني كده تشخيصك بسيط، احنا مش عايزين نضيع وقتنا في ان احنا هنتنبأ امتى، الاهم ان احنا نعمل ايه قبل الزلزال اذا جه وقت ما يجي. تمام. في معمرنا، في بنانا، في كودنا، في اكوادنا، ولا ده انا بوصف غلط؟ لا هو صح حضرتك. دلوقتي نمشي في العلم، واحنا دلوقتي في ترند او اتجاه ماشي الموضوع الاي اي ده، اللي هو الارتفيشال انتليجنس، ده ماسك الذكاء الاصطناعي. نعم. الذكاء الاصطناعي ده بدانا ندخله عندنا، بس عاوز مدخلات وداتا رهيبه جدا جدا. صحيح. جدا يعني. ولكن ده يمشي في سكته، ما فيش زي ما اليابان عامله دلوقتي، ونبدا نعمل الوقايه خير من العلاج. بمعنى ان انا اي مشروع جديد لازم يدخل فيه معامل الامان الزلزالي، لازم يتم دراسه المشروع ونمسك هو قريب من انهي مصدر. احنا عندنا المصادر الزلزاليه معروفه، البحر الاحمر، خليج السويس، خليج العقبه، شمال مصر عند القوس الهيليني بتاع اليونان بيأثر كده. خلاص انا عارف ممكن اتوقع اقوى قيمه زلزاليه هتحصل قد ايه، واحطها في حساباتي لما اجي اعمل المباني. ايه بقى اللي في المباني؟ هل ده يبقى اسمنت معين ولا حديد معين؟ طبعا ولا انت لو شفت حضرتك السوست في اليابان ايوه السوست، انا كنت لسه بحكي للدكتور. انا شفت ده. لان انت يعني ما تشوف اللي حصل في دهشور مثلا، عندنا كلها مباني متهالكه، في سوريا، شمال سوريا وجنوب تركيا، كل المباني يعني تلاقي صف عمارات ماشي طول الطريق، وعمارتين في النص هم مع انهم متقمين لبعض، وقعوا هم الاثنين دول. اشمعنى الاثنين دول؟ عيب في الماتيريال، مغشوش الكميات اللي المفروض تتحط ما بتتحطش. انا عندي في كل نوع من الانواع دي فيه بيتحمل قوه معينه، فبالتالي لازم المبنى يكون في المعايير والقياسات التي تتناسب مع القوة اللي هتيجي من الزلزال. ده موجود في كود البنى المصري؟ موجود في، وبدأ يتطبق في شغل المدينة. بس موجود في الكود؟ موجود الكود. مكلف؟ عشان بس احنا برضو عشان الناس ممكن يقولك لا، عشان انا بهرب منه عشان التكلفة، تكلفة الفلوس حتى تكلفة لو الحياة. مكلفة يعني مكلف قوي، ما كل حاجة غير اللي دوت الشقق، لو مكلف قوي ملايين وعشرات الملايين، يعني حضرت لها ايه؟ ما هو لو مكلف قوي احسن من ان يحصل كارثة تدمر كل حاجة، تكلفة الحياة يعني. يعني انا كنت في سينا مرة قبل من 30 سنة، وكنا بنعمل شغل هناك، وقابلنا ناس مسؤولة وبنقول لهم الزلازل، قال لك لا 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 زلازل ايه، وقت ما احتاجها اقول لكم. يا شايل عليه القدير بعدها بثلاث شهور زلزال خليج العقبة يحصل في 1995، وكان 7 برضه دمر المناطق اللي هناك. هو اللي بقى يجري ورانا ويجيبنا، ومش عاوز ننزل اجازه، فاهم ان انا همنع حدوث الزلزال. قلت له انا مش همنع حاجه، احنا جينا لك وقلنا المفروض يحصل كذا وكذا وكذا، ما بيتمش. يتعمل دراسات جدوى كامله، معايير ستاندر عالميه، وبعد كده ان شاء الله حتى لو حصل حاجه هتبقى خفيفه.
مش بالدمار اللي احنا بنشوفه. انت حضرتك بتدعو بقوه انه لازم تفعيل القوانين قود البناء السعودي. لو حضرتك في اليابان وكنت هناك، لو واحد مات بسبب زلزال بيتسجن المقاول اللي نفذ هذا الكلام. مظبوط. يبقى تفعيل القوانين وعمل كود البناء في اي مشروع استثماري لمصلحه المستثمر قبل موضوع الدمار والهلاك اللي بيحصل يعني. ممتاز ممتاز. طب للاسف الوقت خلص، بس بحس ده سؤال مزدوج لحضرتك. السؤال هو ملاحظه وسؤال. انتوا طب يا اخواني بتوع التغير المناخي، انتوا دلوقتي بتقولوا الحراره بترتفع والدنيا يعني بتتغير، وخاصه في الجزء بتاع البحر بتاع المياه والمحيطات والبحار. طب ما احنا من غير البحر مع زياده عدد سكان العالم بالشكل الرهيب اللي حاصل مش هيبقى في مياه نقيه. ما هو لازم يبقى في بحر عشان يبقى في مطر، وعددنا تضاعف عشرات المرات. فدي معادله يا ترى يكون ربنا عايز يحلها لنا بالطريقه دي، ولا ده ضرر لينا؟ ما هو دايما نقول لو يعني الدكتور صلاح حضرتك ترد اولا يعني هنعمل ايه؟ ما هو ده المصدر الواقع، ده المصدر الواقع. ايوه بس زي ما بنقول بالبلدي كده يعني الحاجه اللي بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. فالبيئه او الكره الارضيه كلها كانت طبعا بامر الله يعني ماشيه متوازنه. اللي بيحصل دلوقتي ان احنا خرجنا الكره الارضيه خرجت عن حدود التوازن، لان طول عمرنا درجات يعني احنا لو تفتكر حضرتك في كتبنا، مش عارفه حضرتك اصغر ولا اكبر، بس يعني في كتب المدرسه كنا دايما حافظين المناخ بالظبط. هل دلوقتي المناخ ده منطبق؟ فبالتالي دام حصل تغيير في النطاق العام للبيئه يبقى معنى كده كل حاجه اتغيرت. فالبخر اللي كان اللي احنا منتظرين ان هو يجيب لنا المطر العادي بتاعنا وهو ده اللي احنا كنا عايشين عليه، دلوقتي كل حاجه اتغيرت. وعايز اقول لحضرتك ان خريطه المطر، مش معنى التغيرات المناخيه بتجيب مطر زياده ان ده في كل الدنيا، بالعكس خريطه المطر في العالم كلها اتغيرت. في دول جدا في مناطق اصبحت جافة ومناطق اخرى بقت اصبحت كثيفه المطر عددا وكما. ده في زمن قليل جدا. انا عايز اقول لحضرتك خد الاف السنين الكلام ده. لا يعني مثلا احنا عندنا عايز اقول لحضرتك ان شمال يعني الجزيره العربيه كانت مخضره من كم من كم من كم الف سنه. هترجع تاني ان شاء الله، ان شاء الله ترجع. بس عايز يعني اقول لحضرتك ان التغيير ده محتاج خطط، يعني محتاج خطط تحدث طول الوقت. يعني دلوقتي ما خريطه الزراعه الصيفيه والشتويه محتاجين نبص عليها، لان ده ممكن ما يبقاش هو المنطق بعد كده. في اماكن كتير جدا، دول كتير في شمال البحر المتوسط اللي هي مشهوره بزراعات معينه زي الزيتون واسبانيا وايطاليا، ودلوقتي بداوا يغيروا لان الامطار ما عادتش بتنزل بنفس الموسميه القديمه. فالبخر والمطر مش ضار في كل الاحوال، لكن الثبات على الشيء هو اللي بيحفظ دوامه. عشان كده بنتكلم دايما على الاستدامه والسستينابيلتي حضرتك انت كنت في اليابان، او الموسم الامطار في اليابان بيبقى ايه؟ في الصيف. في الصيف وكميه امطار لا تتخيل، وحر شديد جدا. بالك يعني المان ميد اكتيفيتيز فعلا هي بتبقى سبب كبير في خراب البيئه، البشر خراب البيئه وبالتالي البشر. ربنا يهدينا، ربنا يحفظ مصر ان شاء الله. الخطط التنمويه بتحاول تحسن كل ده، بس صحيح مفيش فايده. صحيح يعني الخطه الوطنيه اللي معموله في مصر. انا طبعا استفدت الحقيقه من حضراتكم جدا جدا، عالمين جليلين، وبنقدم تعازي باسمنا كلنا طبعاً يعني في ليبيا وفي المغرب، ونتمنى الشفاء لكل المصابين. وبنشكرك جدا دكتور الهام محمود، عضو اللجنة الدولية للمتغيرات المناخية بالأمم المتحدة، وأستاذ البيئة والعلوم البحار بهيئة الشعارة عن بعد. شكرا لحضرتك. شرفنا أستاذ الدكتور صلاح الحديدي، شرفتنا ونورتنا وعلمتنا. أستاذ الزلازل المعدن القومي للبحوث الفلكية والجيوف الزيخية، شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. احنا حاولنا نقدم لحضراتكم يعني طريق يعني مشهد مختلف شوية نفهم بيه اللي يحصل في الدنيا والعلاقة بين الحاجات وبعضها. ربنا يستر، لأنه اتضح في النهاية إنه في جاني واحد هو احنا البشر. ربنا يهدينا، وننهي حلقتنا النهارده بهذا الدعاء، ونلتقي مع حضراتكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده.